السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا. برحب طبعا بكل زملائي أساتذتي تلامذتنا من كل التخصصات في الجلسة العلمية الافتراضية الأولى لوحدة الغدد الصماء بكلية الطب جامعة الزقازيق. دي طبعا أول مرة بنعملها بطريقة الويبينار. احنا متعودين نعمل كل سنة مؤتمر بتاعنا فيزيكال، سواء مع يعني وحدتنا فقط أو بالتشارك مع الوحدات الأخرى. طبعا شاءت ظروف الوباء وكده ان احنا نلتقي افتراضيا لاول مره، لكن ان شاء الله يكون لقاء مفيد، ونتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه للجميع، وان شاء الله نخرج من يعني المحنه دي ان شاء الله باقل خسائر باذن الله. الوحده الحقيقه اللي اسسها استاذتنا الدكتوره زينب الدرواني، واحنا بنوجه لها كل تحيه وتقدير. طبعا ظروفها يعني الصحيه يمكن مانعت النهارده انها تشارك معانا. بنستعرض اعضاء الوحده عندنا: الدكتوره زينب الدرواني المؤسسه، حسام كمال، الدكتور ايهاب عبد الحميد، الدكتوره هديل عبد الرحمن، ويمكن برضه ظروفها مانعت النهارده انها تشارك معانا، الدكتوره اشجان عبد الله، والشباب الواعد معانا الدكتوره مي العطار والدكتوره علياء رفاعي. الموضوع النهارده ان شاء الله احنا هنتناول بعض الكيس بريزنتيشنز في موضوعين بالتحديد هنركز عليهم: الشورت ستيتشر والديليت بيوبرتي. ومعانا الدكتوره مي هتدينا فكره، يمكن الفكره دي موجهه اكثر للجنرال فيزيشنز، عن الانسولين بامب والفروقات ما بينها وبين الكونفنشنال انسولين ثيرابي. هنبتدي ان شاء الله على بركه الله بداية المحاضرة. أنا هبتدي أعرض two case presentations، وبعد إن شاء الله الدكتور إيهاب عبد الحميد هيكمل case presentation عن short stature. ولو في أي أسئلة سواء في نهاية المحاضرة الأولى أو في نهاية المحاضرة الثانية عن short stature، إحنا مرحبين بجميع الأسئلة إن شاء الله. هيبقى حوالي 5 دقائق أو 10 دقائق على الكثير بعد كل محاضرة. على بركة الله نبتدي إن شاء الله. الموضوع الأولاني short stature. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا صوت مسموع يا الو، انا صوت مسموع؟ هل صوت مسموع؟ طيب نبتدي ان شاء الله. العنوان الاولاني short stature clinical cases. الاول المواضيع اللي هنتكلم عليها النهارده هو introduction عن short stature، introduction بسيط عن طريقه القياسات واهم الكالكوليشنز اللي بنبتدي بيها الايفالويشن اند ابروش فور شورت ستيتشر. هنقدم تو كيس برزنتيشن زي ما اتفقنا، وهنعمل عليها سم ديسكشن اند بريزنت سم كونكلوجنز ات ذا اند اوف ذا ليكتشر. اولا شورت ستيتشر بنشخصه ازاي؟ هو هايت مور ذان تو ستاندرد ديفيشنز بلو ذا مين فور ايج اند سكس. طبعا ده على الكروسكي. لما نيجي نقول اكتر من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين، يعني معناها هنا ان الستاندرد ديفيشن سكور اقل من ماينس 2 ستاندرد ديفيشن. لما نيجي نقول الخط اللي عليه ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، هو ده الخط اللي احنا بنقول عليه ستاد سنتايل. احنا طبعا التعريف الشائع عندنا ان هو نقول ايه، ان الستيتشر قال من الثيرد سنتايل. هو في الحقيقه هو نفس الديفينيشن. لما نيجي نقول هو مور ذان 2 ستاندرد ديفيشنز بلو، وهو ماينس ليه؟ لانه بلو ذا مين. لو كان الستيتشر اباف ذا مين كنا هنقول عليه بوزيتيف ستاندرد ديفيشن. طيب ازاي الخطوه الثانيه؟ في حاجه اسمها ميد بارنتال هايت، اللي احنا عشان خاطر برضو اقيم شورت ستيتشر لازم اقيمه بالمقارنه بطول الاب والام. ما ينفعش اعزل ده عن ده، يعني ما ينفعش افضل ماشي في سكه ان انا بعمل انفستيجيشنز لعيان شورت ستيتشر وهو في النهايه هو شبه الجينيتك بوتنشال اوف ذا فاميلي. بقيسه ازاي في البويز؟ طبعا المعادله الشهيره: طول الاب زائد طول الام
على 2 زائد 6.5، وبالنسبة للبنات هو نفس المعادلة ولكن بنخصم منه 6.5 سنتيمتر. طيب هل النمو الطفل نفسه correspond to genetic potential of the family؟ هنا بنشوف الستاندرد ديفيجن سكور بالنسبة للشايلد عند كام، ونفس الكلام الستاندرد ديفيجن سكور بالنسبة للفاميلي عند كام، وهنا بنشوف الفاميلي عند سن تقريبا 18 سنة، وبشوف الميد بارنتال هايت، وبشوف اللي هو موجود على انهي ليفل اوف ستاندرد ديفيجنز، وبطرح الميد بارنتال هايت ستاندرد ديفيجن سكور من الايه ستاندرد ديفيجن سكور اوف ذا تشايلد. والله لو الفرق 2 او اكتر ده معناها ان الطفل او الستيتشر اوف ذا تشايلد از اوتسايد ذا جينيتك بوتنشال اوف ذا فاميلي. انا بديكم مثال ازاي احسب الستاندرد ديفيجن سكور. هقول مثلا عند سن معين زي 9 سنين مثلا، انا باجي اشوف الثيرد سنتايل وبشوف الفيفت سنتايل، النقطتين دول بشوف المسافه ما بينهم، المسافه ما بينهم مثلا 11 سنتيمتر. المسافه بين النقطتين دول عباره عن 2 ستاندرد ديفيجنز. اذا 1 ستاندرد ديفيجن هيساوي كام؟ يبقى 11 على 2 يساوي 5.5. طيب البوينت التحتاني اللي عند سيرف سنتايل ده هو اللي بيعتبر عنده التو ستاندرد او ماينس تو ستاندرد ديفيجن، اللي هو لما نيجي نحسب الستاندرد ديفيجن سكور. طيب عند طفل عمره تقريبا 9 سنين، طوله تقريبا حوالي 115 سنتي، طيب الفرق ما بينه وما بين الفيفت سنتايل قد ايه؟ تقريبا 19 سنتي. بقوم قاسم المسافه دي على الوان ستاندرد ديفيجن بتاعنا اللي هو 5.5، هيطلع لي في الاخر ماينس 3.5 ستاندرد ديفيجن. وبالتالي the stature of this child is at minus 3.5 ستاندرد ديفيجن. واحنا عندنا الديفينيشن بنقول اقل من ايه؟ اقل من ماينس 2. طيب زي ما اتفقنا احنا لازم نقارنه بالجينيتك بوتنشال، فانا بحسب الميد بارنتال هايت. فلما يكون مثلا عندي هنا بنيجي على سن 18 سنه اللي هو المفروض ان هو سن الادلت هود، وبشوف الطول عندي كام تقريبا، عندي تقريبا حوالي 171 سنتي، وده الرينج بتاعنا. وهنا في اختلافات شويه، يعني في الناس بتحط رينج 6.5 سنتي فوق 6.5 سنتي تحت، وفي بيحط 8 فوق 8 تحت، وفي 10 فوق وفي 10 تحت، ايا كان. لكن انا بحط الرينج، ولما نيجي نشوف كده بنلاقي ان الستيتشر اوف ذا تشايلد بعيد تماما عن الرينج او التارجت رينج اوف هايت بالنسبه للفاميلي. طيب الـ لما نيجي نحسبها هنا، احنا قلنا الميد بارنتال هايت 172 سنتي. لما نيجي نحسب الستاندرد ديفيجن او الستاندرد ديفيجن سكور اوف ذا فاميلي هايت، بنلاقيها هنا ماينس 0.6 ستاندرد ديفيجن. فشوف بقى ان الفرق بين 0.6 بالنسبه للفاميلي وماينس 3.5 بالنسبه للشايلد، فالفرق هنا اكتر من 2 ستاندرد ديفيجن، وبالتالي الولد ده خارج نطاق الجينيتك بوتنشال اوف ذا فاميلي تماما. في نقطه ثانيه بنحب نحسبها وهي الهايت ايج. هنا ال115 سم ده بيبقى الفيفت سنتايل لاي سن؟ لما نيجي نحسبها هنا هو المين او الفيفت سنتايل بتاع سن تقريبا 5 سنين و9 شهور. يعني الهايت ايج اوف ذس بيشنت اللي هو اساسا 9 سنين هو يعتبر تقريبا حوالي 5 سنين تسع شهور، وده مهم عشان اقارنه بالكرونولوجيك ايج، وبقارنه بعد كده برضو بالبون ايج، عشان ده برضو حيساعدني في تشخيص سبب الشورت ستيتشر فيما بعد. طيب في بقى كيرفات جاهزه بالستاندرد ديفيجنز على طول، يعني بيحط لك على طول الزيرو ماينس 1 وماينس 2 سواء فوق او تحت، وده بيريحك كتير. انت بس بتحدد الايج، بتحدد الهايت، وبتحطه على الكيرف، وبتعرف بالظبط انت على انهي سكور بالظبط، وبتبتدي ايه تعمل بقى الكالكوليشنز بتاعتك وتحسب. عشان اقيس الطفل دي شروط القياس، يعني الواقف ايريك تماما، الباك اوف ذا هيد والباك اوف ذا شولدر والباتوكس وحتى الليجز كلها تاتشنج السكيل، مفيش اي حاجات زوائد، مفيش ماهيش لابسه مثلا صندل مثلا، ومش حاطه توكه،
خلاص دي الطريقة الأساسية للقياس. الحقيقة القياس بدقة من البداية بيسهل علينا كتير. الفروقات اللي هي ما بين كل قياس وقياس سنت 2 3 دي بتعملنا مشكلة بعد كده، ويفضل دايما اللي بيقيسه نفس الشخص. دي مثلا طريقة قياس، لو ملاحظين البنت مثلا حاطة الايه ده الحصان ورا وفي توكة، اوكي ظهرها بعيد عن السكيل، دي طبعا طريقة غلط. مثلا هنا البنت طالعه براسها لقدام شويه ورجلها بعيده عن السكيل، وده طبعا طريقه غلط. When to evaluate for short stature، هل الشخص القصير قدامنا اللي هو يبان بالنسبه له هو فقط المؤهل ان هو نعمل له انفستيجيشنز، ولا ممكن في عيال بالنسبه لنا مش قصيره لكن ممكن نعمل لها انفستيجيشنز؟ عموما في جايد لاينز او رولز للموضوع دوت، امتى اعمل انفستيجيشنز لعيال عن شورت ستيتشر؟ بوجه عام كجنرال ديفينيشن طبعا الستاندرد ديفيجن سكور لو اقل من ماينس 2 ستاندرد ديفيجن. في نفس الوقت الهايت فيلوسيتي بتاعه على مدى 12 شهر اقل من ماينس 1 ستاندرد ديفيجن، ده في الحاله دي مؤهل. وهنا بتكلم على الهايت فيلوسيتي فيري امبورتنت، لانه انا مش يهمني بس هو الطفل النهارده طوله كام، لا هو بينمو على مدار السنه النمو الطبيعي السنوي ولا لا، اللي هو بالنسبه لنا بيبقى حوالي يعني تراوح يعني ما بين 4 الى 6 سنتي في الافريج يعني. يعني لو عنده جود هايت فيلوسيتي وهو اقل من ماينس 2 ستاندرد فيجن، ده مش معناه ان انا اروح اعمل له فول ورك اب. برضو لو لقيت الستاندرد فيجن سكور من البدايه اقل من ماينس 3 ستاندرد فيجن، وات ايفر بقى اي اعتبار اخر او اي عامل اخر، ده هنعمله انفستيجيشنز. طيب الهايت فيلوسيتي ستاندرد فيجن سكور لو اقل من ماينس 2 اوفر ا بيريد اوف 12 months. الهايت فيلوسيتي نفسه، والهايت فيلوسيتي على فكره له كيرفات خاصه، وبنشوف فيه المعدل النمو السنوي بنفس الطريقه زي ما بنشوف في الكيرف العادي، وهوريه لكم بعد شويه. لو البريدكتد ادلت هايت اكتر من 1.5 ستاندرد ديفيشن بلو ذا تارجت هايت، وده هنا البريدكتد ادلت هايت دايما بيتحسب بطرق عده، يعني من ضمنها مثلا استخدام البون ايج، وفي معادلات خاصه بالموضوع ده. طيب لو الجروس كيرف كروس داون ويرد باي مور ذان وان سنتايل كيرف از جروس شارت، يعني لما اجي الاقي مثلا في سنه 2019 مثلا الكيرف عندي كان على 25 سنتايل، واجي السنه اللي بعدها الاقيه بقى على 10 سنتايل، ده كده بيسموه داون ويرد كروسنج اوف سنتايلز، وده في حد ذاته دليل على البور جروس فيلوسيتي، وده في حد ذاته انديكيشن فور انفستيجيشنز، وبالتالي انا مش هستنى لغايه ما الستيتشر يقل عندي على ماينس 2 ستاندرد ديفيجن عشان ابتدي اتحرك. ده الكيرف اللي بقول لكم عليه عن الهايت فيلوسيتي، هو برضو كيرفات عاديه خالص زي الكيرفات بتاعتنا في الجروس شارت، لكن خاصه بالهايت فيلوسيتي نفسه. لو شايفين مثلا سن زي 11 سنه مثلا، ده بيتراوح هنا الجروس فيلوسيتي تقريبا يعني ما بين 3.3 من 10 لغايه مثلا 5.2 من 10، وزي ما قلت لكم ده فيري امبورتنت ماركر عشان خاطر ابني عليه اذا كنت انا هحتاج اعمل انفستيجيشنز للاطفال اللي عندي ولا لا. هبتدي بالحاله الاولانيه، ده طفل 11 سنه وشهرين presented with chief complaint of shortness and onset of gross faltering since the age of 3-4 years. طيب he has normal appetite، احنا طبعا لازم بنعدي على الهيستوري سريعا، وفي النقط اللي انا هكتبها دي هي دي اللي انا يعني بقدر اقول يعني هي دي النقطة المهمة أو الكي بوينتس اللي أنا بسألها أو الإكزامينيشن بوينتس اللي أنا بعملها فيما بعد. النورمال أبيتايت لازم أتأكد من القصة ديت، الولد بياكل كويس ولا لأ؟ هل عنده أي حاجة تشير إلى انكريز انتركرينيال بريشر يعني سي إن إس ليجنز ولا لأ زي الهيدك فيجوال ديستربنسز؟ هل عنده ما يشير إلى كرونيك إلنس، كرونيك دايريا، هارت بروبلم، أي كرونيك يوز أوف ميديكيشن زي الكورتيكوستيرويدز مثلا؟ هل الولد ده في المدرسه ماشي كويس، علاقته طبيعيه مع اسرته او مع زملائه او مع المدرسين بتوعه؟ كل ده طبعا بيعبر عن الجنرال هيلث اوف ذا بيشنت. بيرنتس هنا ار نوت شورت كهيستوري ويز نو هيستوري اوف ابنورمال بيوبرتي، طبعا احنا عارفين طبعا عشان خاطر الكونستيوشنال ديلي. هاويفر اخوه بقى اللي هو عمره 15 سنه اولد ميل سيبلينج ووز لوكينج ريليتيفلي شورت فور هيز بيرز، يعني له اخ عمره 15 سنه برضه قصير بالنسبه لزمايله، ولغايه دلوقتي رغم ان هو 15 سنه ما طلعلوش اي ملامح الذكوره على وجهه سواء الشنب او شعر الوجه.
طيب واحنا بنقول 15 سنه يعني معنى كده ان الولد ده غالبا يعني من الانطباع كده ان هو ديليت بيوبرتي. He was born at full term and his birth weight was 2.8 kilogram. يعني كان نورمال birth weight وده بيطلع لي الانتروترين جروث ريتارديشن من ضمن اسباب الشورت ستيتشر. Neonatal period was uneventful. Family history of secondary consanguineous marriage. ودي مهمة عندي consanguinity بوجه عام وفي الحالات دي برضو بوجه خاص لو أنا حبتدي أفكر في some endocrine problem خاصة بما يتعلق بالبيتوتري gland. طيب الأنثروبومتري وأنا بحب أحطه كبند خاص في برود الإكزامينيشن منفصل. الهايت كان 113 سنتي وهنا ستاندرد ديفيجن سكور بتاعه كان أقل من 3 ستاندرد ديفيجن. الهايت إيج بتاعه 5 سنين وتسع شهور رغم أنه كان رغم أنه هو كان 11 سنة. الويت بتاعه 28 كيلوغرام وأنا مهم عندي جدا أن أنا أشوف الويت وأقارنه بالهايت يعني بالمعنى الويت تو هايت ريشيو أخبرهم إيه هل هم ماشيين مع بعض ولا لأ أفكتد بنفس الطريقة ولا لأ. هنا الويت كان 28 كيلوغرام أقل بقى من السيرب سنتايل على الروتين كيرف بتاعنا. الويت ايج بتاعه كان 9 سنين و6 شهور لكنه أفضل من الهايت مقارنة بالهايت يعني الويت تو هايت هنا يعتبر عالي. أبر سيجمنت و لور سيجمنت ريشو كان 9:10 كان نورمال يعني ده معناه أنه هو بروبورشنيت شورت ستيتشر. اللي طول الأم كان 156 الأب 167 لما جينا حسبنا الميد بارنتال هايت كان 168 وهنا كان على ماينس 1.4 ستاندرد ديفيشن ومعناه هنا أن عند البيرنتس آر نورمال. التارجت هايت رينج عندي من 160 إلى 176 يعني أي المفترض يعني الفيوتشر أدلت هات يقع في أي نقطة ما بين الرقمين دول. الجروس فيلوسيتي كيرف فيجرز أوف ذا لاست ييرز ار نوت افيلبل. الحقيقه لو انا عندي جروس داتا عن 3 سنين وعندي كيرفات هبتدي اقدر اقيم اذا كان عندي في ديسيليريشن اوف جروس على مدى السنين الاخيره ولا لا. ده الكيرف بتاعه والميد بارنتال هايت طبعا واضح الفرق تماما ما بينه وما بين الجينيتك بوتنشال. طبعا هو هنا اقل من 3 ستاندرد ديفيجنز والفاميلي زي ما اتفقنا على حوالي 1.6 standard division score. طيب there was childlike features and small hands and feet. There was no pallor, no goiter, tunnel staging still prepubertal. Genital examination, the stretched benign length was 4 centimeter and both testes are of prepubertal size and were descended. طيب لما نيجي نقول 4 centimeters في العمر دوت أتوقع إيه؟ أتوقع مايكرو فلس مايكرو بينس يعني ممكن برضو يكون عندي some sort of hypogonadism سواء بقى hypogonadotrophic أو hypergonadotrophic according. طيب الـ systemic examination احنا بيهمنا أكتر حاجة CNS examination طبعا عشان الـ hypothalamic pituitary area. الـ no skeletal deformities طبعا عندنا سيكتور كبير من الأسباب short stature اللي هو skeletal dysplasia أو بعض الديزيز اللي معها skeletal deformities والأذر system examinations were normal. لما جينا بقى نفحص أخوه الـ child's brother examined also had severe short stature and delayed puberty with similar phenotypic features as noted in the index case. يعني الأخين شبه بعض وبالتالي طالما عند الأخين شبه بعض وعند الأب والأم قرايبي هبتدي أفكر في إيه؟ هنشوف مع بعض. عندنا 11 سنة الملخص بتاع الحالة 11 سنة وشهرين old male with severe proportionate short stature born to normal parents. In addition the patient has microphallus. There is history of consanguinity and similarly affected septum. طيب احنا بقى كده البروفيجنال دياجنوز بتاعنا هيبقى ايه؟ كده اتوقع عندي تو هرمونز او انا متوقع ان تو هرمونز افكتد عندي جروس هرمون وعندي الجوناتروفينز. يبقى في الحاله دي عندي مالتيبل بتويتري هرمونال ديفيشنسي غالبا او جينيتك اوريجن لان انا عندي مور ذان وان سيبلينج ان ذا فاميلي وعندي هيستوري اوف كونسانجونيتي وغالبا ده هيبقى اوتوسومال ريسيسيف باترن. طيب which is the best test that will confirm your diagnosis. يبقى انا هعمل انفستيجيشنز لاي جلاند بالتحديد البتويتري جلاند. اوكي الجروس هرمون بروفوكاتيف تيست ده اول حاجه عملنا البيك بروفوكاتيف جروس هرمون باي كلونيدين طلع 1.2 نانو جرام بالمليليتر واحنا النورمال بتاعنا بنعتبره لغايه 7
في بعض الناس بتقول لغايه 10، لكن احنا بنعتبر اللي هو اقل من 7 بنعتبره deficiency. The test is repeated after provocation with insulin and the big growth hormone was 1.7 nanogram per milliliter. وهنا بنستفيد ايه بقى؟ ان احنا لو عملنا one test والله لو طلع normal اوكي خلاص مش محتاج اعمل تاني، لو طلع قليل يبقى لازم اعيده بطريقه مختلفه، وده الجولدن ستاندرد في الدايجنوز اوف جروث هرمون ديفيشنسي. عملنا السيرم اي جي اف 1، وهو هنا برضو بيفيدني وبياكد على الموضوع ده لان هو بيتست الانتجريتد جروث هرمون اي جي اف اكسس، وهنا كان قليل 22 مايكرو جرام بير لتر. طبيعي ان انا لازم من ضمن الروتين او الفيز 1 تيست اللي بعمله في حاله الشورت ستيتشر اللي هو الثايرويد فانكشن تي اس اتش، فتي اس اتش والاف 2 4 عندي كانوا نورمال هما الاثنين. بما ان الولد كان عنده مايكروفالس عملنا البيزل نون ستيموليتد اول جونادوتروفينز الاف اس اش 10.7 مايكرو انترناشونال بالمليليتر، وعملنا ال اتش 0.2 مايكرو انترناشونال يونت، وده يعتبر الاثنين لو فاليوز. طيب انا كده شيكت على الجروس هرمون والثايرويد والجونادوتروفينز، وانا متوقع ان يكون عنده مالتيبل بيتوتري هرمونال ديفيشنسي. انا عندي كده منطقتين هما الافكتد، الجروس هرمون والجناتروفينز. What is the next step؟ أدور على بقية البتوتري هرمونز. أنا عندي لسه الـ ACTH والكورتيزول، لأن أنا حتى لو عشان لو الشخص جروس هرمون ديفيشنز راح استخدمه، أنا ما ينفعش أستخدم جروس هرمون وأنا عندي فيه احتمال لأدرينو كورتيكال انسفيشنسي. طيب أنا هنا هعمل تيستنج الـ ACTH والكورتيزول morning or after stimulation with ITT test أو insulin tolerance test، وده الحقيقة من ضمن يعني وانا بعمل انسولين بروفوكيتيف تيست او انسولين تولرانس تيست، انا ممكن استغل الهايبوغلاسيميا اللي بتحصل لي مع الانسولين واقيس معاها الاي سي تي اتش والكورتيزون، وده وبالتالي انا كده ضربت عصفورين بحجر. هعمل سيرشنج فور او سكرينج فور دايبيتس انسيبيدس، هدور على اليورين اسمولانيتي والسيرم صوديوم، وهدور على السيرم برولاكتين. اخر حاجه لازم ريديولوجيكال في الحالات اللي انا شخصت فيها او متوقع فيها جروس هرمون ديفيشنسي سواء كان لوحده او معاه اذر هرمونز، لازم اعمل ام ار اي برين اند سيلر. الروتين تيست ما انساهاش، يعني انا عندي كده لسته من التحاليل المبدئيه اللي انا لازم اعملها لكل المرضى. انا برضو لازم احط في دماغي النيوتريشنال اسبيكت، وجود احتماليه وجود سيستميك ديزيز اند سو اون. هعمل طبعا بون ايج، هعمل سي بي سي اي اس ار سيرم الكترولايز، ممكن اعمل ليفر فانكشنز ورينال فانكشنز يورين اناليسيز، نفس الانفستيجيشنز اللي بعملها في اي حاله شورت ستيتشر. طيب انا عندي دلوقتي لقيت ان البلاد كاونس والاي اس ار والبلاد باي كيمستري وير وزن رينج، البون ايج بتاعه كان 6 ييرز وكان ده ماشي مع الهايت ايج. طلع عندي الاس تي اتش والكورتيزول والبرولاكتين والسيرم صوديوم اند يورين اسمولاليتي ار نورمال. الام ار برين طلع، الام ار اي برين طلع عندي سمول سايز بتويتري سجستيف اوف بتويتري هايبوبلاستيك، وده انا بشاور على ده الهايبوبلاستيك بتويتري جلاند، والسله يعتبر الصغيره او سمول. اذا عندي دلوقتي افكتد او هايبوبلاستيك انتيريور بتويتري جلاند، وعندي تو ممبرز افكتد في العيله، وعندي بوزيتيف كونسانجوينيتي، اذا ده هيريديتري غالبا اوتوسومال ريسيسيف، حاجات لها علاقه بالسام جينز ويتش ريسبونسبل فور بتويتري جلاند ديفلوبمنت. الولد ده بدا جروس هرمون سيرابي ات دوز اوف 20 مايكرو جرام بير كي جي، والحقيقه العيال دول بيحتاجوا حجره صغيره من الجروس هرمون بيستجيبوا بسرعه. اذا في 6 مانس اوف سيرابي هاز جروس فيلوسيتي واز 10 سنتيمتر بير يير انديكيتنج ا جود ريسبونس تو سيرابي. طيب احنا طبعا بينصح الاطفال دول ان هم بيستمروا على الجروس هرمون سيرابي طالما في ريسبونس، وفي نفس الوقت انا بشيك على الاذر هرمونز. انا كان عندي الثايرويد نورمال وكان عندي الاي اس تي اتش والكورتيزول كان نورمال، لكن ده ما يمنعش ان انا بدور عليهم كل فتره لان ممكن يحصل ايفولفنج للديفيشنسيز اوف ثايرويد اور ادرينال كورتيكال انسفيشنسي سنترال ديفيشنسي اوفر ا تايم. لازم اشيك خصوصا لو انا لقيت عندي اي يعني سورت اوف انسفاكتوري ريسبونس تو جروس سيرم دو جروس هرمون سيرم. Discussion multiple pituitary hormonal deficiency of genetic origin is due to mutations in the some genes like PET1, PROP1 or septo-optic dysplasia. احنا البروب 1 mutation يمكن suspected in this case، وانا مش عايز اطول في الحاجات دي لانها يعني details المتخصصين اكتر شوية.
ده بيبقى فيه او مشهور عنه الوجود ديليت بوبرتي اند جونيتال فلويد ديفيشنسي وجروس هرمون ديفيشنسي. طيب الجروس هرمون اند تي اس اتش ديفيشنسي ار فريكوينتلي ذا فيرست مانيفيستاشنز اوف ذا ديزيز، لكن تي اس اتش الحقيقه ما كانش موجود عندي في الحاله دي. البرينيتال ساينز اوف هايبوتيريزم في البروب 1 ميوتيشن بيبقى رير، يعني ما بقاش موجود في الانفانسي او في النيونيتال ايج، نادر لما بلاقيه. الفيرست ساينز دايما بجروس فيلير، والبرينيتال ساينز اوف هايبوتيريزم يوجوالي ار رير. الادرينال كورتيكال سفيشنسي از ليت كومبليكيشن. طيب الجوناتروفين اند برولاكتين ديفيشنسي ار فاريبل. ده شكل الطفل، بيبقى شيروبيك فيس، لو في فرونتال بوسنج وميد فيشال هايبوبليزيا والتشايلدش فيتشرز شورت ستيتشر. الاوبيسيتي طبعا لان احنا عارفين الجروس هرمون ده لايبوليتيك هرمون والمايكرو فالس. نخش على الحاله الثانيه، الثمان سنين بنت ريفيرد فور سكلود جروس، هير بيرنتس ريبورت 3 ييرز اوف جروس اريست during which she continued to wear the same size of clothing. Previous gross velocity had been normal. طيب review of systems was negative for headaches, vomiting or vision change. زي ما عملنا في الحالة اللي فاتت، there was no fatigue, cold intolerance, constipation or skin or hair changes. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الhypothyroidism. Appetite and nutrition were running normal. There were no academic concerns. Breast development here began since 3 months with scant pubic hair that developed shortly thereafter. البنت دي عمرها كام؟ عمرها 8 سنين وبدأ من 3 شهور breast development with scant pubic hair. يبقى هنا هينطبق عليها ده كده precocious puberty. Precocious puberty لأن كده حصل development of secondary sexual sign أو secondary sex characters قبل عمر 8 سنين. No history of chronic illness or chronic medication use. She had been born at term weighing 3.7 kilograms for 5 months IUGR. Parental pubertal timing was within normal limits. Family history was negative for short stature endocrine or autoimmune conditions. وما كانش في consanguinity في الحالة دي. الحالة دي كده نقدر نقول فيها إيه؟ short stature و isosexual precocious puberty. Anthropometry بتاعنا height 110 سنتي على minus 2.9 standard visual score. الهايت ايج كان على 5 سنين و3 شهور. الويت كان على minus 2 standard division، اقل شويه من الهايت. الابر على اللور سيجمنت والارم سبان كان نورمال. ميد بارنتال هايت كان 158 سنتي على minus 0.8، وبالتالي هنا الهايت اوتسايد ذا رينج اوف جينيتك بوتنشال. نفس الكلام هنا تقريبا على minus 2.9، والميد بارنتال هايت بعيد خالص اقل من ماينس 1 او اكثر من ماينس 1. سوري. الاكزامينيشن نون ديسمورفيك بروبورشنيتد تشايلد هو ابيرد يانجر ذان هير كرونولوجيكال ايج. ذير واز نو ثايروميجالي سكوليوزيس اور فيتشرز اوف ترنر سندروم. طبعا اي فيميل ترنر سندروم ماست بي كونسيدرد حتى في الانفستيجيشنز. بريست اند بيبك هير ديفلوبمنت وير تانر ستيج 2. هنا نقدر نقول دي ايه؟ مودريت تو سيفير بروبورشنيت شورت ستيتشر. Non-familial, preschool onset with isosexual precocious puberty. What's your future initial work plan, workup plan? طبعا الروتين جنرال لاب زي ما بنعمل في كل حاجه، وindicating celiac disease panel. ما ننساش هنا الكاريوتايبنج، هي مش مكتوبه بس الكاريوتايبنج طبعا in every short girl must be performed. Hormonal workup, thyroid functions, growth hormone provocative test, basal and stimulated gonadotrophin levels. عشان عندي هنا كمان short stature في precocious puberty. طبعا هعمل البون ايج. بقيت الانفستيجيشنز تي اس اتش بتاعتي كانت 1.3 مايكرو انترناشونال يونت، ده كان نورمال. لما جينا عملنا الفري تي 4 لقيناه 8.2 بيكو مول بير لتر، وهنا كان قليل. فلما بقى عندي اف تي 4 قليل والتي اس اتش نورمال، ده معناه ايه؟ ده معناه سنترال هايبوثايرويدزم. يعني المفروض عندي لما الاف تي 4 يقل رد الفعل بالنسبه للتي اس اتش يعلى اباف نورمال. اذا كان تي اس اتش مش قادر يعلى، ده معناه ان انا عندي مشكله في البيتويتري، وبالتالي انا عندي هنا ايه؟ ثايرويد ديفيشنسي. ده كده مبدئيا. طيب عملنا السي بي سي والبايوكيمستري والتيشو ترانسجلوتامينيز انتي بوديز عشان السيليك ديزيز، طلع نورمال. البون ايج كان 3 سنين ونص، يعني ريتاردد
بول ايش. عملنا الجروس هرمون بروفوكيتيف تيست مع بالانسولين والكلونيدين، لقينا الاثنين قليلين. طيب عملنا البيزل نون ستيمولييتد ال اتش اند اف اس اتش، كانوا بالارقام دي 1 يونت، و انا مش شايف الرقم اللي جنب هنا او الاثنين تقريبا يونتس. لكن لما عملنا ستيموليشن بقى بحاجه اسمها تريبتو ريلين، وده جوناتوتروفين ريليز هرمون انالوج، لقينا ان البيك ال اتش وصل الى 11، وانا عندي لما بيعدي 8 انا بعتبر ان ده سنترال درايف اوف بتويتري جوناتوتروفينز، يعني البيوبرتي اللي عند البنت دي يعتبر سنتر بيوبرتي ما هياش بريفرال. طيب البروفيجنال دياجنوز بتاعنا في الحاله دي ايه؟ ده مالتيبل بتويتر ديفيشن زي الحاله اللي فاتت برضو، بس هنا واخد ايه بقى؟ واخد جروس هرمون وثايرويد، وفي نفس الوقت بقى مش عامل لي بقى سبريشن للجوناتروفينز، لا ده ما عامل لي اكسجريتد سيكريشن اوف جوناتروفينز، يعني عامل لي ستيموليشن الجوناتروفين ريليس. فبقى عندي كده ايه اتوقع ايه؟ هل اتوقع يكون هيريديتري؟ لا، انا اتوقع يكون حاجه اكواير سي ان اس ليجن. احنا عارفين ان البريكوشس بيوبرتي سنترال برضه من اسبابه سنترال سي ان سنترال ليجنز ان ذا برين، ممكن تيومرز انفكشن تروما، ونفس الكلام برضه ممكن يعمل لي بتويتري انسفيشنسي. هنا الحقيقه الاثنين حصلوا ستيموليشن للجوناتروفينز وفي نفس الوقت سبريشن للجروس هرمون والثايرويد. طيب النكست ورك اب بتاعنا بعد ما عملنا الجروس هرمون والثايرويد والجي ان ار اتش سيموليشن تيست، بدور على الاي جي اف برضه، وهنا نورمال لقيناها نورمال، لكن هنا برضه في نقطه ان نورمال اي جي اف دونت اكسكلود جروس هرمون ديفيشنسي، لان السنسيفيتي بتاعته 70%. الكورتيزول والبرولاكتين اتعاملوا 8 الصبح كانوا نورمال. الام ار اي برين اند سيلا ريفيلد سيستيك سيلر ليجر والسوبرا سيلر اكستنشن كونسيستنت ويز كرانيو فرانجيوم، ودي من الحاجات الشهيره اللي بتبقى اسوشيتد ويز مالتيبل بيتويتري هرمونال ديفيشنسي، وده شكل الكرانيو فرانجيوما. طيب نيكست بلان ايه؟ ده اول حاجه هحاول على طول على الجراحه على طول نيورو سيرجيال لانجو سايد. طيب انا عندي كان في ثايرويد ديفيشنسي، طبعا انا عشان خاطر قبل ما اعمل جراحه لازم اكون اصلح الثايرويد. ممكن اديه برضه جي ان اتش ار اتش انالوج، لان انا عندي مشكله دلوقتي في البريكوشيس بيوبرتي تو هولد بيوبرتال بروجريشن اند بريزيرف ذا فاينل ادلت هايت. لكن هنا هل هديه جروس هرمون؟ والله بقى في كلام متضارب جدا، يعني احنا لما بنيجي نقرا الليتريتشرز ناس تقول لك ادي، ما عندناش مشكله ان انا ادي جروس هرمون مع تيومرز، لكن احنا الحقيقه الهجس اكبر عندنا ان هو ماي اكسجريت تيومر جروس حتى بعد العمليه، عشان كده احنا مش ما بنديش جروس هرمون في الاغلب الا بعد 6 تو 12 مانس افتر سيرجري اوف كرانيو فرانجيوم. ان اديشن تو جروس هرمون ديفيشنسي كلوز ذات سجستنج بتويتر ايتيولوجي ان ساتش كيس كان اللو اف تي 4 ليفل مع الابروبريتلي نورمال تي اس اتش اند ايفيدنس اوف سنترال بيوبرتي. طبعا هنا كان السنترال بريكوشس بيوبرتي كان استروجينيك واندروجينيك، يعني كان عندي بريست ديفلوبمنت وعندي كان بيوبيك هير ريسبكتيفلي، وكان عندي نورمال اي جي اف 1 ولكنه دازنت اكسكلود جروس هرمون ديفيشنسي. مع الكرينيو فرانجيوما المالتيبل بتويتري هرمونال ديفيشنز ار فيري فريكوينت اند ذير بريفالنس انكريس سيجنيفيكنتلي حتى افتر نيورو سيرجري، يعني ممكن ما يكونش عندي جروس هرمون ديفيشنسي قبل السيرجري لكن بعده يبقى موجود، وبالتالي انا مهم جدا ان انا اعمل فولو اب by different pituitary tests to look for any evolving hormonal deficiency. In patients with chronic deficiency, recombinant gross hormone replacement is recommended after a near complete surgical correction. عشان ما نطولش احنا كده عرفنا حالتين، حالة hereditary وحالة acquired للmultiple pituitary hormonal deficiency. ده مثال من الأمثلة الشهيرة اللي احنا بنقابلها بالنسبة للجروس هرمون deficiency. It can be congenital or acquired and can be isolated or associated with other pituitary endocrinopathies. Congenital gross hormone deficiency may be secondary to perinatal asphyxia or mutations in genes directing pituitary development. Some congenital heart disease وحقيقة دي ما كانش الحالة بتاعتنا، كان may be present with midline anomalies like left palate, macropenis, neonatal هايبوغلاسيميا، وهنا انا بتكلم عن الايرلي انفانسي.
acquired gross hormone deficiency is most commonly idiopathic, ولكن can rise from other lesions زي الانفكشنز والتروما والكرينيوفرانجيوما. مهم قوي ان انا اعمل جروس هرمون ستيبوليشن with two stimuli. This is the gold standard to confirm gross hormone stimulation test. Insulin tolerance test is the best and could also assess HTH and cortisol secretion. ما بنعملش ابدا random gross hormone level طبعا عشان طبيعة البلساتيل nature of gross hormone secretions. في عندي حاجتين IGF-1 والIGF binding protein 3. IGF-1 هو useful لكنه مشكلته ان هو بيتاثر بالايج وبالنيوتريشن، واذا كنا هنستخدمه بعد 6 سنين لان السنسيتيفيتي بتاعته بتبقى اعلى بعد السن ده. اما الاي جي اف بايندنج بروتين 3 فده ما بيتاثرش لا بالايج ولا بالنيوتريشن، واقدر اعمله قبل ال 6 سنين. لكن طبعا هما الاثنين مكلفين، ويعني ما اعملهمش اذا كان عندي يعني رفاهيه ان انا اقدر اعمل كومبليت سكرينج فور جروس هرمون اي جي اف اكسس. مشكرين جدا، وان شاء الله دلوقتي الدكتور ايهاب عبد الحميد هيقدم الجزء الثاني من موضوع الشورت ستيتشر برضو سام ديفرنت كلينيكال انتريستنج كيز ان شاء الله. ولو في اي اسئله احنا تحت الامر. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر الدكتور حسام على المحاضرة الجميلة، وطبعا بشكر شركة ساندوز على تمنيها الويبينار، وإن شاء الله ما يكونش أول مرة. I will try to be fast. هنكمل الكيس سيناريوز اللي بدأها الدكتور حسام. طبعا شورت ستيتشر الناس طبعا بتهتم جدا الآن بموضوع الشورت ستيتشر، وده كومن كومبلين، وبالتالي احنا مش محتاجين لكل عيان يجي لنا لازم نعمل له جروس هرمون. فالحالات اللي انا هعرضها دلوقتي هي هتبين انه مش لازم ان احنا نعمل جروس هرمون لكل حال. اول حاجه امتى نعمل immediate investigation لحاله شورت ستيتشر؟ زي ما الدكتور حسام قال انه لو كان واحد اقل من 2-3 ستاندرد ديفيشن فده يعتبر سيفير، ده على طول لازم نعمل له investigation. او لو كان الهايت more than 1.5 standard deviation below mid parental height، والدكتور حسام عرض ازاي نقيس الميد parental height، او اذا كان ساعات الهايت يبقى كان 2 standard deviation below mean plus ان الهايت velocity تكون قليله. لو كان البيشنت over 1 year حصل له deceleration للبروس 1 standard deviation below mean بروس velocity بتاعته for chronological age فده محتاج investigation، او الهايت standard deviation score 0.5 over 1 year in children over 2 years يعني فوق سنتين والهايت score بتاعه بتاع الجروس 0.5، او لو كان gross velocity over 1 year كانت 1 standard deviation below الايه الكرونولوجيكال ايج، او البريدكتد ادلت هايت مور ذان 2 ستاندرد ديفيشن بيلو الميد بارنتال هايت. طب ينفع يكون واحد نعمل له انفستيجيشن وهو ما هوش قصير؟ يعني ابسنس اوف شورت ستيتشر امتى؟ لو كان الهايت فيلوستي بتاعته كانت مور ذان 2 ستاندرد ديفيشن بيلو المين اوفر 1 يير، يعني احنا حاولنا نتابعه لمده سنه لقيناه قل ال 2 ستاندرد ديفيشن الجروس فيلوستي بتاعته، او كان سستيند 1.5 ستاندرد ديفيشن اوفر 2 ييرز سكسيسيف. وده ممكن يكون في الأما في الجروس هرمون ديفيشنسي في الانفانسي، أو acquired حالة تيومر، أو لو كان عندنا signs of indicate of increased intracranial pressure أو intracranial lesion أو multiple pituitary hormonal deficiencies أو neonatal symptoms and signs of gross hormone deficiency and new hypoglycemia, microphallus and neonatal jaundice. الجروس velocity احنا بنحسبها ازاي؟ عبارة عن الكرنت هايت طوله دلوقتي ناقص البراير هايت في الفترة الزمنية اللي احنا عفسناها من 3 شهور 6 شهور ونضرب 12. اهم ممكن احسن حاجة انها تكون بعد خلال 6 شهور. لازم نبقى عارفين الايه الجروس فيلوستي ان ديفرنت ايج جروبس. في اول سنة عارفين 25 سنتي في السنة، من 5 سنين للبيوبرتي 5 سنتي في السنة، وفي البيوبرتي اللي هي الجروس سبيرت بتبقى 10 سنتي في السنة، وبتبقى تانر ستيج 3 عند البنات، والبيوبرتي في البويز 12 سنتي في السنة، في تانر ستيج 4 عند البويز. الادلت بريدكتد هايت لو احنا طرحناه من الميد بارنتال
الهايت بيجت هايت بلس ماينس 8 سنتيمتر، يعني ده بيحتاج ان احنا زي ما قلنا لو كان البريدكتد ادلت هايت اقل من 2 ستاندرد ديفيشن للميد بارنتال هايت فده يحتاج ان احنا نعمل له انفستيجيشن. طب نحسب ازاي البريدكتد ادلت هايت؟ محتاجين الكرونولوجيكال ايج ومحتاجين البون ايج بتاع العيان والكرنت هايت والميد بارنتال تارجت هايت. فلو عندنا مثال 6 سنين دي بنت وعندها early puberty والبون ايج بتاعها كان 9.3 شهور، فنيجي عند 9.3 شهور هنلاقي ان هي لو كان الايج بتاعها واخد حوالي 88.8 نضرب نقسم ال 120 سم اللي هي طولها دلوقتي على ال 0.8 يدينا تقريبا حوالي 150، والتارجت هايت بتاعها كان 150، فهنا دي ما تعتبرش ان هي عندها مشكله في البريدكتد ادلت هايت بتاعها ليتر اون، ومش محتاجه ان احنا انفستيجيت فور هير شورت فور ستيتشر. نيجي بقى للكيس بريزنتيشنز. اول كيس محمد ده ميل بيشنت ايجد 14 ييرز اند 4 مانثس، الهايت بتاعه كان 144 ماينس 3 ستاندرد ديفيشن، وده كان على التروكسين 50 مايكروغرام، واللاست تي اس اتش كان 2 كان وز نورمال، والويت كان 33 كيلو جرام، وطبعا التانر ستيج بتاعه كان 1، يعني عنده ديت بيوبرتي، لان احنا قلنا ان الديلي بيوبرتي في البويز لو ما فيش سكندري سيكشوال كاركترز بيلو افتر 14 ييرز. الفادر هايت كان 162 والمذر هايت 162، وبالتالي الميد بارنتال هايت بتاعه كان 165، التارجت هايت بتاعه كان 157 to 173 لو قلنا بلس ماينس 8، والبون ايج بتاعه هنا 12.5 years equal to height age، ودي مهمة جدا انه البون ايج يكون equal to the height age. هو جاي بعمل بيك جروس هرمون طالع 24، هي طبعا السيناريوز دي يعني presented بعد ما عملوا البون بعد ما عمل جروس هرمون. البيك LH after LHRH test stimulation test كان 20، يعني كان عنده LH surge. لو احنا جينا شفنا البيشنت فاللي هنا هو شورت، ولو عملنا الهايت ايج بتاعه ان احنا خدنا خط من الطول ووصلناه للفيفث سنتايل وبعدين شفناه على بيربنديكولار تو ذا الايج، فهنلاقي انه البون ايج بتاعه 12.5 ايكوال تو ذا هايت ايج، وده مهم جدا في تشخيص الحالات بتاعه الكونستيتيوشنال جروس ديلي، انه هو عنده الجروس سبريد بتاعته ديليد، وبالتالي البون ايج بيبقى قد الهايت ايج، وده كلو. والمفروض نسال كمان على فاميلي هيستوري اوف ديليد بيوبرتي في الفاميلي، غالبا 65% من العيانين دول بيبقى عندهم هيستوري اوف ديليد بيوبرتي ان اذر فاميلي ممبر، وبالتالي الدياجنوزيس بتاع الحاله دي هيبقى كونستيتيوشنال جروس ديلي. العيان ده خد سيدوتستون، خد ديبو تستوستيرون بعد 50 ميلي جرام كل شهر لمدة 3 شهور، وعند 14 سنة و7 شهور الهايت بتاعه كان 146 ماينس 2.8، وعلى 15 سنة كان 149، وعلى 15 سنة و3 شهور كان 153، يعني هو جين حوالي 9 سنتيمتر in 1 year، وبالتالي الجروس فيلوستي بتاعته اتحسنت. يبقى not every case of short stature is growth hormone deficiency، لازم نعمل accurate measurement ونعمل plotting للgrowth charts is essential. Don't rush to androgen therapy for constitutional growth delay إلا إذا كان العيان متضايق، يعني ask the patient والparents إن هو محتاج لموضوع الديلي بيوبرتي عامل له مشكلة، وطبعا انتوا عارفين التنمر موجود كتير أول يومين دول، أو لازم نستخدمه لما يكون البوين ايج above 12. لازم نفرق ما بين التو نورمال فاريانس بتوعنا بتوع الشورت ستيتشر، الفاميليار شورت ستيتشر والكونستيتيوشنال شورت ستيتشر. طبعا في الفاميليار البون بوث سكسز ار افكتد، لكن الكونستيتيوشنال مور كومن ان ميلز. طبعا الاثنين بيبقوا نورمال ات بيرث، لكن واحد بيكروس السنتايل داون وورد باي 3 ييرز والثاني من فيرست 6 مانثس، وده انه ماشي في السنتايل بتاعه. الفاميلي هيستوري اوف شورت ستيتشر لانه البوست بيرنتس بيبقوا شورت وبيبقى حوالي تقريبا، خاصه لو كان المذر 150 والفازر حوالي 160. الفاميلي هيستوري في الكونستيتيوشنال بيبقى فيه ديليد بيوبرتي، البيرنتس تيتشر هما بيبقوا شورت هما الاثنين، وبالتالي العيان بيبقى نورمال للفاميلي لكن شورت تو ذا اذرز، لكن الكونستيتيوشنال العيان بيبقى شورت للبيرنتس وللاذرز، وبالتالي البيرنتس بيبقوا افريج هايت. الهايت فيلوستي هما الاثنين نورمال، لان دول نورمال فاريانت، هو بيحصل ديسيلريشن في الاول وبعدين بيكملوا في الجروس كيرف بتاعهم زي ما هما، يعني جيننج 4 to 4.5 سنتيمتر to 5 سنتيمتر برير. البيوبرتي في الفاميليا بتبقى نورمال لكن في الكونستيتيوشنال بتتاخر شويه. البون ايج
في الفاميليال بيبقى قد الكرونولوجيكال ايج لكنه اكتر من الهايت ايج، لكن في الكونستيتيوشنال زي ما قلنا البون ايج بيساوي الهايت ايج، والفاينل هايت عاده الشورت ستيتشر بيوصل للجينيتك بوتنشال بتاعه. الكونستيتيوشنال اذا ما كانش معاه سام سورت اوف فاميليال اولسو ممكن يوصل للايه للنورمال جروس اللي كان للجينيتك بوتنشال بتاعه. الكيس رقم 2 محمد ده ميل بيشنت عنده 10 سنين و 3 مانس، الهايت بتاعه 128 سنتيمتر ماينس 2 ستاندرد ديفيشن، والويت 39 بركيج بلس 1 ستاندرد ديفيشن، وبالتالي هنا عندنا شويه ديسكريبنسي ما بين الهايت والويت. البناين لينس بتاعه 3 سنتيمتر which is مايكرو بينس، والفادر هايت كان 162 والمذر 151.5 سنتيمتر، الميد بارينتال هايت بتاعه 163.2 سنتيمتر، ولو حطينا بلس ماينس 8 زي ما اتفقنا يبقى التارجت هايت 152.2 وال 171.2، التي اس اتش كان 2.2 والفريتي 4.5، وبالتالي هنا عندنا نورمال تي اس اتش وذ لو فريتي 4 وده الكلو بتاع الحاله. البيك ال اتش كان قليل والجروس هرمون ستيميوليشن بيك كان قليل. هما ما طبعا العيان جاي بالانفستيجيشن دي ان سيكوينشال. طبعا هنا في سنترال هايبوثايرويديزم لانه التي اس اتش از ريليتيفلي لو تو ذا لو فريتي 4، وبالتالي هنا الجروس هرمون ستيميوليشن كان غلط هيدي لو فولسلي لو، لانه لازم نظبط اللي الثايرويد فانكشنز الاول قبل ما نعمل الجروس هرمون ستيميوليشن. لما ابتدى ثايروكسين 11 years كان 130، وعلى 11 سنة و 5 months كان 134 بـ minus 1.8، وآخر حاجة على 13 سنة 143 minus 1.1، يعني بالتالي ما كانش عنده مشكلة خالص في الجروس هرمون. لما نيجي نحطه على الفيجر هنلاقي أنه الجروس فيلوستي بتاعته تحسنت ودخل في التارجت هايت بتاع الفاميلي، وبالتالي ما كانش محتاج أنه يعمل الجروس هرمون ليتر اون. طبعا اليوادي سنترال هايبوثايرويديزم لانه التي اس اتش از ريليتيف لو فور ذا لو فريتي 4. البيتفولز في الحاله دي انه الهايبوثايرويديزم ماست بي تريتد براير تو تيستينج فور جروس هرمون ديفيشنسي لانه هيعمل فولس لو ريزلت. الحاجه الثانيه انه افتر تريتمنت اوف الثايروكسين ممكن البيشنت جروس هرمون والبيشنت جروس باتن امبروف. البيشنت كان عنده مايكرو بينس وبالتالي ممكن يكون عنده سام سورت اوف هايبوجونادوتروفيك هايبوجونادزم، وعشان كده كان عملنا كورتيزول واي سي تي اتش. لازم نتاكد لو احنا عندنا مالتيبل بيتويتري هرمونال ديفيشنسي وكان في ثايروكسين وفي سنترال هايبوثايرويديزم، فلازم قبل ما نبدا الثايروكسين لازم نتاكد ان الكورتيزول والاي سي تي اتش نورمال، لان ممكن العيان كده يدخل في ادرينال انسفيشنسي. فلو كان اتاكدنا ان هم كانوا نورمال من حقنا ان احنا نبدا ثايروكسين، لكن لو كانوا كورتيزول والاي سي تي اتش لو يبقى في الحاله دي لازم نبدا الاول كورتيزول وبعدين بعد كده نبدا بالثايرويد بالثايروكسين. الام ار اي برين وبيتويتري ووز نورمال. الحالة الثالثة رجب تميل بيشنت aged 3 years and 4 months، الويت بتاعه 10 كيلو على minus 4 والهايت بتاعه على 85 سنتيمتر minus 3.5، فده عنده failure to thrive أكتر، يعني الويت والهايت affected both. الفادر هايت 160 والمذر هايت 145، الميد بارنتال هايت 147، التارجت هايت 139 ل 155، TFT ونورمال. جروس هرمون بروفوكيشن هو جاي معمول من بره was 10.5، سيدك سكرين was negative لانه عنده مال نوتريشن، وهيستوري اوف تيكينج لارج دوزز اوف فيتامين دي وزاوت امبروفد ما تحسنش. بالاكزامينيشن عنده برودنينج اوف ذا ريست والانكلز والشيست روزري، يعني عنده ريكتس ساينز اوف ريكتس لكن خد لارج دوزز. عملنا الانفستيجيشن بتاعه الريكتس لقينا الكالسيوم نورمال والفوسفورس نورمال، الكالين فاتيز نورمال، بي تي اتش نورمال، وتوتال فيتامين دي ووز نورمال. سو اتس ريكتس لايك. لازم نعمل البودي بروبورشنز، لقينا اللور سيجمنت 43.6 والابر سيجمنت 41.4، الابر على اللور سيجمنت 0.94، وبالتالي دي قليله، يعني العيان ده شورت ترانك، عنده شورت ترانك. طبعا لازم نبقى عارفين النورمال فاليوز بتاعه الابر سيجمنت واللور سيجمنت ريشيو بتبقى على البيرث 1.7 وعلى 3 سنين 1.3 وكل سنتين 1.1 لحد لما توصل 8 ل 10 سنين بتبقى 1. ولازم نقيس الارم سبان عشان نشوف اذا كان العيان ده ديسبروبورشنيت. ات فيرست تبقى
الارم سبان اقل من الهايت ب 2.5 سنتيمتر سم السيم ايت بقد بعض عند 10 سنين في البويز و12 سنه في الجيرلز، وبعدين ليتر اون الارم سبان بتبقى اكتر من الهايت بحوالي من 0 ل 5 سنتيمتر. العيان ده كان شورت ترانك ديسبروبورشنيت شورت ستيتشر، ودي الاكس راي بتاعه العيان. لو تلاحظوا ان هو ريكتس لايك، يعني فيها شويه كابنج وفرينج، وبالتالي دي ما هياش ريكتس، دي ريكتس لايك شورت ترانك سبونديلو ابيفيزيال ديسبليزيا. ذيس از شورت، ذيس از ا كيس اوف شورت ستيتشر ويز ريكتس لايك سكليتال ديسبليزيا. وبالتالي مهم جدا ان احنا وين وي اسيسنج ان اكزامينينج ا كيس اوف شورت ستيتشر ان احنا نقيس البروبورشنز بتاعه البودي ابر سيجمنت واللور سيجمنت والارم سبان ماينس الهايت علشان نقول اذا كان ده بروبورشنيت ولا ديسبروبورشنيت شورت ستيتشر، وبالتالي مش محتاج ان هو يعمل كروس هرمون من الاساس. Pitfalls: always check body segments to pick up disproportionate short stature. Don't rush to growth hormone provocation for every short child. Case 4, حبيبة female patient age 12 years. The weight can 33 kilograms على minus 1 standard deviation والheight 129 على minus 3.2 standard deviation. Father height 160. Mother height 155. الميد بارنتال هايت زي ما اتفقنا يبقى 151 والتارجت 143 تو ماينس 2159. تي اف تي واز نورمال، جروس هرمون بروفوكيشن اجين 10.5 نانو جرام، وكان تانر ستيجنج بتاعها بريست 3 ستيج 3، وبالتالي شي از فيري شورت اند شي اولموست ستيج 3 بيوبرتال تانر ستيجنج، يعني فيري شورت. اند ذيس از وين اكزامينينج هير، ذيس از وين وي لوك تو ذيس picture, we have short fourth and fourth, fourth and fifth metacarpal, and this is very important sign. Every girl you have to check for this fit, make the patient to make fisting and check for shortening of the metacarpal, and this is her x-ray, and we notice that her bone age is more than 12, and this short metacarpal bones of the third and fourth and fifth metacarpal, and we should do for every girl of short stature karyotyping to exclude Turner syndrome. Unfortunately, this was karyotyping of her with XX. So what are the causes of short metacarpals with short stature? We have Turner syndrome, we have pseudohypopara, we have pseudohypoparathyroidism, and CHOX deficiency, and post-trauma and post-infection. We have to ask for history of post-trauma and post-infection. And let we talk about CHOX. CHOX is both alleles. If the both alleles, they discover CHOX when they were investigating about why Turner syndrome is very short, and they discover this CHOX gene. And the CHOX gene, we have two alleles, one from the mother and one from the father. It's present in the X and Y chromosome. And if the both alleles are affected, they go extreme short phenotype of skeletal dysplasia, Langer syndrome. And CHOX, if one allele is affected, haploinsufficiency, it's associated wide spectrum of short stature phenotypes like Turner, Leriwell, and idiopathic short stature. About 1 to 16% of patients with idiopathic short stature have CHOX gene deficiency. Sometimes we have to make a clues for this CHOX. The sitting height over the height ratio is increased, and this is very important to check for the body segments. So this is could be CHOX. We don't do in Egypt the gene for CHOX, so it's clinical diagnosis. And here, if we put the leg length and the arm span together and divide by the sitting height, this the extremities over the trunk ratio in plotted again against the height, we have two lines here. These two lines, the blue lines, is one standard deviation above and below the mean. And if we look here for the white dots, it's for the idiopathic short stature, and for the red one, it's for CHOX gene. And if the ratio is below one standard deviation, so it is goes with CHOX gene. And also especially if the patients are above 110, if the patient's length is above 110 school age, and this ratio was above one standard deviation, this excludes CHOX completely. And here is the X-ray finding in cases of CHOX. This is the triangularization of the radius part of the epiphysis of the radius. Here is the triangle, and here is the
pyramidization of the lunate bone. Here it looks like the wedge of the pyramid, and here is the lucency of the radius part of the ulnar part of the radius is lucent in comparison to the normal part. This is clues for the CHOQ's diagnosis in X-ray findings and indications. These are the indications of growth hormone in different types of growth hormone deficiency and the other non-growth hormone deficient FDA approval, growth hormone deficiency, and for the Prader-Willi, IGR, Turner, Noonan, and idiopathic short stature and CHOQ's deficiency. And this is are the sequential for the FDA approval. And case number 5, this is the last case. Dahab is a female patient, aged 4.3 years, weight is 12 kilo, minus 2 standard deviation, height 89 centimeter, minus 3 standard deviation, father 168 and mother 157, and mid-parental height 156, and if we put 8 and above and 8 below, 148 over 164, TFT was normal, growth hormone provocation was 10.5, celiac screen because the weight and height are affected was negative, and bone age was delayed in comparison. And what we do also screening for the chromosomal analysis was normal, and we have to ask for about the birth weight. This is very important. You have every case of short stature, you should ask about birth weight to check if it is IUGR or not. She was 2.1 kilogram and she was full term, shows you have IUGR. Small for gestational age is defined as a birth weight or length less than 2 standard deviation below the mean for age given for their gestational age. A majority of these children experience normal growth by the age of 2. 10 to 20% they fail to 2 to 4. We have to wait for 2 years according to the American and 4 years according to the European. The mean final adult height is reduced by 3 to 4 centimeters from the mid-parental height in small for gestational age. We have to look for the endocrinal disorders associated for being small for gestational age. They are exposed to premature adrenarche, insulin resistance, ovarian hyperandrogenism, and reduced pubertal growth. And adults born with small for gestational age are increased risk for type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular disease. These are the growth charts for most of the types of short stature. This is the familiar short stature, and this is the constitutional. Both are growth deceleration, and then they are in the same plane and reaches the target height. And this one, the puberty, they become decelerated, then they catch up. And this is for Turner syndrome. Always there is a curve for the Turner syndrome, and the hypothyroidism, it will be short and obese like Cushing syndrome. Every short and obese child, you have to check for thyroid. And this is a growth hormone deficiency. There is deceleration and stationary growth velocity will be reduced. In the summary, the clinical significance of short stature depends on several factors: genetic potential for the family and growth velocity. The two most common causes of short stature, these are the normal variants or familial short stature and the constitutional growth delay. An estimate of the child adult height potential can be obtained by mid-parental height. And the history and physical examination should include family history of growth and pubertal onset for the constitutional growth delay, review of systems for suggest systemic disease like gastrointestinal, pulmonary, immunologic, and systemic disease. Children with short stature and normal growth should evaluate for bone age. Children with severe short stature, L means 2.5 standard deviation, should investigate it thoroughly. And thank you. And if there is any questions. Any questions?
Okay, I'm now introducing Dr. Alia to talk about delayed puberty. بحب أشكر دكتور إيهاب ودكتور حسام على interesting talk والمحاضرة هتبقى عن الفيميل delayed puberty. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة هتبقى عن الفيميل هايبوغونيديزم أو الفيميل ديليد بيوبرتي. في الأول بحب أشكر دكتورة أشجان for her support vision and guide in this presentation. بيقابلنا كتير في حياتنا في general practice أو في حياتنا اليومية mother complains that her daughter not gain her first period like her friends, her little sister have period and she didn't. في المحاضرة هنعرف إمتى نقول الحالة دي ديليد بيوبرتي ولا لأ، ولو هي ديليد what investigation or what is treatment، ولو هي مش delayed how to reassure and follow up. Definition of puberty it is a period in which the physical and sexual maturation occur with appearance of secondary sexual characters and maturation of the gonads. بقول في female ان هي delayed puberty لو حصل ان هو lack of breast development by the age of 13 او lack of menarche by the age of 15 أو حصل بيبرتال أرست. بيبرتال أرست معناه إن ما بين أول sign of puberty اللي هو breast development وال late sign of puberty اللي هو المينور أكتر من 4 لـ5 سنين. في الحالة دي we should investigate. هتكلم بس بسرعة عن الفسيولوجي في puberty. بيبدأ عن طريق الهايبوبيتيوتري جونادال هايبوسالاموبيتيوتري جونادال أكسس اللي هو stimulation الهايبوسالاموس releasing of gonadotropin releasing hormone. The anterior pituitary which stimulates the FSH and LH release leading to four gonads for release of the sex steroid. في أول first three months of life بيبقى فيه من البيوبرتي اللي هو بيبقى الهايبوسالامو بيتيوتري جنادال أكسس بيبقى أكتف. بعد كده بيحصل كوشنت للأكسس طول الشايلدهود. قبل البيوبرتي بيحصل بلساتيل سكريشن للجوناد تروفين ريليزنج هرمون من الهايبوسالاموس يستيمولات الانتيريور بيتيوتري فور ريليز الاف اس اتش اند ال اتش وبالتالي ريليز اوف السكس ستيرويد. في الاول بيبقى بلساتايل ديورينج نايت، بعد كده بيبقى اوفر ذا نايت اند دي. في مين فاكتورز افكتنج الاونست اوف بيوبرتي. اول حاجه جينيتك افكت، لو في ديلي بيوبرتي في المازر او السيسترز ممكن يافكت الديلي في بيوبرتي. جنرال هيلث جود هيلث معاها يبقى يبقى في جود بروبر اونست اوف بيوبرتي. النيوتريشن لو في مال نيوتريشن او بور نيوتريشنال بروبلمز هي افكت الانسيت بيوبرتي. الاكسرسايز اكسسيف انرجي اكسبندتشر مي افكت البيوبرتي وديلي الانسيت اوف البيوبرتي. سايكولوجيكال والايموشنال ستريس والويزر كمان مع الهوت ويزر بيبقى في ايرلي بيوبرتي. البيوبرتال مايلستون في الجيرز عندي السيلارك اراوند 9 تو 10 ييرز وبعد كده الادرينارك والمينارك واسوشيشن مع البيوبرتي اللينير جروث سبيرت. اللينير جروث بيرت بيحصل غالبا في الفيميل مع تامن ستيج جريد 3 في البريست ديفلوبمنت جنرالي ات 20 تو 25 هايت ان فيميل نيرلي كومبليت باي تايم اوف المينارك وبيبقى عباره عن اسوشيشن ما بين جروث هرمون انكريز دورينج بيبرتي مع سكس ستيرويد. ممكن نقسم بيبرتي ديلي البيبرتال ديلي الى نورمال فاريانت اوف بيبرتي تايمينج include the constitution delay of birth and puberty the most common cause of delayed puberty معاها الفانكشنال اند سيستميك ديسوردر. بعد كده الهايبوغونادوتروفيك هايبوغونادزم والهايبرغونادوتروفيك هايبوغونادزم والايود والايبوغونادوتروفيك هايبوغونادزم. الباثوجينيسيس اوف هايبوغونادز اول حاجه لو المشكله البروبلم عندي ديفكت عندي في الهايبوسالاموس او في البيتيوتري يبقى في حاجه اسمها الهايبر الهايبوغونادوتروفيك هايبوغونادزم هو ديكريز ريليز اوف الجونادوتروفين سواء كان من الهايبوسالاموس او المستوى البيتيوتري فبالتالي هيقلل لو سكس ستيرويد وده هنسميه هايبوغونادوتروفيك يعني لو جونادوتروفين وهايبوغونادزم. اما لو الديفكت برايمري ديفكت في الجونادال برايمري جونادال فيلير بريفرال هايبوغونادزم هيبقى فيه لو سكس ستيرويد فبالتالي لوس اوف نيجاتيف فيدباك على الهايبوسالاموس والبيتيوتري هيفضل في انكريس في ال اتش والاف اس اتش ونسميه هايبر جونادوتروفيك هايبوغونادزم. اف ذير از نورمال ليفل اوف جونادوفين سكس ستيرويد اي جونادوتروفيك هايبوغونادزم.
الكونستيوشن ديلي اوف جروث اند بيوبرتي موست كومن كوز اوف بيوبرتال ديلي كومن ان ميل مور ذان فيميل. ديلي بيوبرتي اوفن فاوند ان سيبلينج اور بيرنتس ذس فاميلي هيستوري. البون ايج يوجوالي بيبقى ديليد مع البون ايج بيساوي الهايت ايج اند مور اول اند بوث ار ليس ذان كرونولوجيكال ايج. Often associated with constitution short stature, differentiation between the idiopathic hypogonadotropic hypogonadism and the constitutional delay is difficult and need time. We can use gonadotropin-releasing hormone stimulation tests occasionally, but not conclusive. Diagnosis can be delayed of idiopathic hypogonadotropic hypogonadism until age of 18. Conservative management with observation over 6 months to 1 year. Cases must be evaluated on an individual basis for psychological distress. In severe psychological stress, we can use the low dose of estrogen may be given for 6 to 1 year to enhance the puberty and the growth spurt. The growth chart showing the constitutional and the familial short stature تعرض في المحاضرة قبل كده. The example for hypogonadotropic hypogonadism عندي congenital causes like Kallmann syndrome, idiopathic hypogonadotropic hypogonadism, Van hypopituitarism, سواء كان congenital أو acquired, isolated gonadotropin releasing hormone, gonadotropin deficiency, obesity-related disorder, septo-optic dysplasia, and syndrome like Prader-Willi syndrome, Lorenz-Mobedel, and the Bardet-Biedl syndrome. Acquired like tumors, trauma, irradiation, infiltration, inflammatory, and cranial surgery. Hypergonadotropic hypogonadism, congenital causes like Turner syndrome, gonadal dysgenesis, Noonan syndrome, androgen insufficiency syndrome. Acquired like chemotherapy, radiation, surgery, primary ovarian failure, so can be basic autoimmune, autoimmune polyglandular syndrome, and galactosemia. In functional and systemic disorder, and causing transient hypogonadotropic hypogonadism and the delayed onset of puberty. Chronic illness, GIT, hematological or renal failure, nutritional disorder, malnutrition or anorexia nervosa, excessive energy expenditure, female athletes, psychological and emotional stress, endocrine disease, growth hormone deficiency, diabetes, mellitus, Cushing, and hypothyroidism. Drugs like steroid and opiate. Congenital anatomical anomalies, female gonadotropic hymenorrhagic imperforate hymen, vaginal atresia or vaginal aplasia. In this case, secondary sex characters are normal, may have cyclic lower abdominal pain, or cystic ovarian syndrome, or hyperprolactinemia. The assessment of puberty, من history نسأل parent هل المنار كان للmothers والsisters هل كان التايم بتاعهم كان امتى؟ الميل جروث سبيرت لو الفازر البارنتال هايت الميل بارنتال هايت البودي تشينجز في سيلارك ادنارك او مينارك في فات ديستريبيوشن انسايد هيب البودي اودر او في اكني الباست هيستوري هنسال في الباست ميديكال هيستوري على برين تيومر راديشن كيمو ثيرابي جينيتك ديس اوردر كرونيك ديزيز افكتنج جروث الايتينج هابيت ايفيدنس اوف ديس اوردر ايتينج الاكتيفيتي ليفل از اكسرسايز اكسسيف اور از ان اسليتيك ويز هاي ليفل اوف تريننج The growth history نسأل نشوف previous growth chart can be extremely helpful growth spurt occurred or not. Review other system cardiac CNS respiratory and GI symptoms. Physical examination of growth عند the height والweight والhead circumference upper to lower segment ratio والarm span هل في abnormal features أو dysmorphism. Libertal عمل tunnel staging axillary hair والpubic hair والbreast development and staging. Tunnel staging في البريست tunnel stage 1 stage 5 1 no glandular tissue tunnel stage 2 breast bud tunnel stage 3 يبدا increase the areola borders tunnel 4 increase with secondary papilla tunnel 5 full adult size pubic hair tunnel stage 1 and 2 3 4 5 same الصوره lab investigation case of delayed puberty تعمل أول حاجة هنعمل CBC electrolyte renal liver function هنعمل ESR thyroid function serum prolactin هنعمل celiac profile بعد كده الهرمونال profile هنعمل استراديول بلازما استراديول of more than 9 picogram per milli is indicative of puberty but the low level can be also seen during the early puberty FSH and LH obtained during in the morning in FSH and LH are elevated hypergonadotropic hypogonadism. If the FSH and LH normal or low levels may represent constitutional delay of puberty or hypergonadotropic hypogonadism. اللحظة دي هنعمل gonadotropin releasing hormone stimulation test. Gonadotropin releasing hormone stimulation test بيبقى في administration of gonadotropin releasing hormone to stimulate sensitive secretion of LH and FSH from the anterior pituitary can be used as a test of the pituitary function and differentiation of central hypogonadotropic hypogonadism due to hypothalamic failure or pituitary failure. بيبقى في administration physiological dose of gonadotropin من 10 to 25 microgram
and the measure gonadal tophim blood level before and 4 hours after administration if there is LH surge or not. FSH and LH increase, معناها في hypothalamic defect. لو no increase in FSH and LH after gonadal tophim induced hormone, معناها there is a pituitary defect. Karyotyping, a physical examination suggests the presence of genetic syndrome or short girl with delayed puberty. الإيميجينج هنعمل بون إيج، هنعمل بالألتراساوند سيرش فور يوترس الأوفريز هل ذيرز في أوفرين ستريكس أور نوت، أند الإم آر آي برين فور بيتيوتري بوزس أو تروما أو تيومرز. كيس نمبر 1 صدفة 14 years old girl attend to the clinic concerning that she is shorter than her friends and no breast development and no signs of puberty. Her scholar performance average although she has some difficulty with maths. Her parents reported that she was born small, 2.2 grams with buffy hand and lower and the foot, which resolved spontaneously, and that she was always short, no history of chronic illness, surgery, or operation. No history of delayed puberty in her mother or sister. The menarche occur around 30. On examination, the height 126, can very short, can minus 5.5 standard deviation. Weight 50 kilogram minus 1 standard deviation. The midparenteral height can at 0.8 standard deviation. Blood pressure كويس والheart rate كان معقول. بالexamination كان في webbed neck. No other dysmorphic features. Tunnel staging كان tunnel 1. Other physical examination is unremarkable. عملنا investigation. الهيموجلوبين كان 13.5 milligram gram per deciliter. Liver function kidney function كان normal. Blood glucose calcium normal. الهرمونال بروفايل كان TSH كان 5.7 with a normal range. T4 كان 2.1 milligram with normal range. FSH كان very high, 30 micro international per milli. والLH كان 32.8 milli international per milli, كان very high. الاستراديول كان pre-pubertal, كان 5 picogram per milli. برولاكتين كان with normal. عملنا سيروم anti-TTG كان negative والثيرويد بيروكسيديز antibodies كان negative. الجروس هرمون بروبوكيتيف تيست البيك ريسبونس أبتر كوندين كان 8. البون إيش كان ديليت كان 11 يير وكرونولوجيكال كان 14. عملنا إيكو كارديوغرافي كان نورمال والبلفيك أبدومنا ألتراساوند شوينج إنفانتايل يوترس أوفيريان ستريكس وأكتوبيك بلفيك كيدني. يبقى كده الحالة معانا فيها هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديز. النكست انفستيجيشن عملنا كاريوتايبنج. كاريوتايبنج طلع شو توصل لاين كان في سيلز فيها 45X0 والأذر لاين كان في 45XX. كده الدياجنوزيس معانا حالة فيها ويب دينيك شورت ستيتشر ديلي بيوبرتي. الكيري تايبينج كان في توصل لاين في 45X0 45XX مع الالتراساوند في انفانتايل يوترس وفيريان ستريكس. So diagnosis is a case of hypergonadotrophic hypogonadism in a case of mosaic Turner syndrome. حالة Turner syndrome is the aim of treatment stimulation of the pubertal growth spurt, attainment of secondary sexual characters, attainment of menses, acquisition of bone mineral mass, uterine development. الحالة بدأنا معها أول ما بدأنا بالgrowth hormone. Given recommended growth hormone on large dose, 39 to 60 microgram per kg per day. ممكن كمان نوصل double or triple dose according to response. Even لو growth hormone blockade test كان normal, معظم حالات الترنا بيبقى معاها growth hormone resistance, فبالتالي بتحتاج super physiological doses. We need higher dose than usual. Hormonal replacement, بدأنا معاها الاستروجين. نشيت الاستروجين replacement على الage of 12 years. Start with low dose in 8 to 10th adult dose, then increase gradually every 6 months to reach the full adult dose من 10 to 15 microgram of isoniazid isoprene. ليه بنبدأ باللو دوز وبعد كده نزود جرادوال؟ لأن الاستروجين على الجروس بليت في الهاير دوزز may lead to epithelial growth plate closure. Transdermal 17 beta estradiol batches can be used. Dose and duration should be tailored and individualized. بعد كده side effect of estrogen. Progesterone should be added with estrogen after full breast development or full adult dose is achieved or if spontaneous menstrual bleeding occurs. Give المدروكسي بروجستيرون جرعة من 5-10 milligram daily for 7-14 days per 10 months. After reaching the adult dose, ممكن هنستعرض الاستروجين والبروجستيرون بيلز هنياخد oral COC can be substituted as a separate preparation.
Karyotyping must be done for any girl with short stature and without delayed puberty, especially if there is hypergonadotropic hypogonadism. This mandatory to screen for thyroid function and cell profile in Turner syndrome due to increased incidence of autoimmune thyroiditis up to 50%, and celiac in 8-16% in Turner syndrome. Turner syndrome has wide range of phenotypical presentation and may be mosaic. Both growth hormone and estrogen replacement therapy is required in Turner syndrome for growth and puberty. Case number two, Diana is 15.5 years girl who attends the clinic with her mother concerned of her not getting her first period. She is believed she has good health and enjoy being a swimmer. Her school performance is above average, although she thinks she is put more effort to compete. Her mother reported that she is picky eater, has poor appetite, and avoid eating many meals prepared for the family and also junk food. No history of delayed puberty in mother or her two sisters. Apart from mild attacks of asthma in early childhood, there is no other medical problems, no history of GI symptoms. For examination, height can 148 cm on minus 1.5 standard deviation. The weight can 38 kg on minus 2.5 standard deviation. Here, the weight the more affected than the height. The mid-parental height can 0.8 standard deviation. Body mass index can low, can 17. The blood pressure can 165. All heart rate can be tachycardia. Breast development can grade 2, Turner stage 2, pubic hair can Turner stage 2. Can be underbuilt to valor for physical examination, other are normal. هنا الجروس شارت بتاعتها كان بالنسبة للويت كان كويس على ال 25 بعد كده بدأ ينزل تحت السير واسوشيتد بعدها بفترة بدأ يحصل ديكريس في الهايت بتاعها كان ماشي على ال 50% بدأ ينزل عن السير بعد الويت افكت يبقى الهايت افكتد بعد ما الويت يبقى المشكلة غالبا نيوتريشنال. في الانستيجيشن كان فيه هايبوكروميك مايكروسيتيك انيميا الليفر وكيدني فانكشن كان نورمال في هايبوكالسيميا 7.5 ملي جرام بالليتر في فيتامين دي ديفيشنسي كان 9 جرام بالمتر التي اس اتش وفي 4 كانوا نورمال الاستراديول كان بريبيوبرتال 5 جرام بالملي الاف اس اتش اند ال اتش كان بريبيوبرتال عملنا الانتي تي تي جي تو اكسكلود سيليا كان نيجاتيف الستول اناليسيس كان نورمال فور اكسكلود انفلاماتوري باول عملنا ايست ار كان فيرست اور كان 9 والكال بروتكتين كان نورمال البون ايج كان 14 years old كرونولوجيكال كان 15.5 نوت ديليت ابدونا الترا ساوند كان في بروبيت فور يوترس اند اوفرز كاريوتايبنج كان 46 xx الدايجنوزس الكلوف في الحاله كان الهيستوري معانا في نيوتريشنال بروبلم وفي فيميل اثليت مع جود اثليتيك فيميل سايكولوجيكال ايشوز نو فاميلي هيستوري اوف ديليت بيوبرتي في الفيزيكال كان في بالور في لو ويت فور هايت كان في underbuilt investigation كان في anemia vitamin deficiency مع hypogonadotropic hypogonadism. دي حالة كيس of delayed puberty with nutritional problem in athletic female with hypogonadotropic hypogonadism. And eating disorder hypogonadotropic hypogonadism pubertal delay or pubertal arrest can all be result of severe eating disorders like anorexia nervosa, bulimia nervosa or any degree of combination of both. Females are more common affected, especially adolescent patients exhibit competitive personality, distorted body image, signs of depression, and sometimes history of being bullied or challenging environment. History taking is key tool for diagnosis. Treatment approach of psychiatric, nutritional, and behavioral therapist. Good nutrient supplementation with full caloric requirement. Correction of anemia, vitamin supplementation, and follow-up. Case number three, 13 years old girl presented to us for concern of poor linear growth and delayed puberty. She had only limited access to medical care and hadn't been seen for a well child visit for many years. Upon initial evaluation, she was noted to have almost no linear growth since 6 years of age and no any breast development occurred. She complained of cold intolerance, dry skin, and was easily fatigued with physical activity. She is shorter than her friends with good smell. Physical examination, height 148, can minus 2 standard deviation, the weight can 65, 2 standard deviation, في هنا variant between the height and the weight, the mid-parental height can 50 centile, body mass index can 25, blood pressure can normal, heart rate can 110 per minute, breast development can no, tunnel surging 1. She didn't have a goiter, her skin was very dry and no galactorrhea occurred. Normal female external genitalia or abdominal examination can normal.
investigation hemoglobin كان في microcytic hypercholinemia 8 جرام بير دي سي لتر, liver kidney function كان normal, serum calcium normal, TSH كان extremely high كان 500 و 34 كان low. كورتيزول كان 333 النورمال عند up to 386. الأستراديول كان pre-pubertal و low FSH and LH. كوليسترول كان high وال LDL كان high and HDL are low. عملنا ثايرويد انتيبوديز كان نيجاتيف والبون ايج كان 10 يير. وجروس هرمون بروفكتيف تيست بايبلندين كان 6.5. كيريوتايبنج كان نورمال. دي ديلي بيوبرتي ويز ا هايبرثايرويدز. التريتمنت بدات الليوثايروكسين انشيتد على لو دوز على 25 مايكروجرام بير داي از ان انكريز جرادوالي اب تو ريتشينج 100 ميلي جرام مايكروجرام بير داي تو اتشيف اند مينتين نورمال تي اس اتش ليفل. Renal growth velocity immediately improved to 12 cm per year and rapidly progressed through puberty, achieving menarche 18 months after starting treatment. At 14 years and 10 months of age, her bone age was 12, indicate had rapidly advanced. The message, primary hypothyroidism in children is most often marked by poor renal growth and delay puberty. In cases with chronic hypothyroidism and highly elevated TSH, start with low dose replacement and increase gradually till full dose required. Case number four, Aya, 15 years old girl, was referred to our outpatient clinic with primary amenorrhea. Breast development started at the age of 11 years old, but no menses occurred up till now. By asking about family history of delayed menarche, normal menarche for her mother, around 13 years old, and her other younger sister at 14 years old. Good nutritional status, no chronic illness or drugs. Past medical history revealed cyclic recurrent lower abdominal pain 6 months ago, with pelvic pain getting worse over time, disturbing hair status. Physical examination, height can 155 and minus 0.2 standard deviation, weight can plus 2 standard deviation, mid parental height 50, 166, cell body mass index can 28, normal blood pressure and heart rate and temperature. This patient's second sexual quarter where we develop breast development, tetanus stage 4 with pubic hair, stage 4 also, and there is axillary hair. Abdominal and genital examination, there was slight lower abdominal tenderness and abdomen and mass. Female external genitalia examination of the vulva revealed an imperforate hymen. We asked for pelvic abdominal ultrasound, transabdominal ultrasonography showing hematoculpus measured 12 and 9.5 centimeter, and the hematometer was noted with mild right renal back pressure. It diagnosed the case of imperforate hymen with hematoculpus and hematometer. Then refer her to gynecology department for urgent management, and the crochet incision was done, and now the patient had a normal menstruation cycle without pain. FSH and LH wasn't assessed in this case, but it's expected to be normal as all stages of puberty is fulfilled. This is an example of oogenic hypogonadotrophic hypogonadism. A diagnosis should be made early during fetal and neonatal examination, symptomatic presentation of its complication at puberty. A clinician should have high index of suspicion of imperforate hymen and assisting cases of delayed menarche with cyclic lower abdominal pain to avoid the consequences of its delayed treatment like massive hematometry and hematoculpus. Lately, in advanced cases, may be presented with urine retention. Ultrasound is diagnosed. Thank you. شكرا يا دكتوره عليا المحاضره الرائعه دي. وان شاء الله الدكتوره مي العطار هتدينا محاضره دلوقتي عن الانسولين بامب والفروقات ما بينها وبين الكونفنشنال انسولين ثيرابي, وان شاء الله الاجابه على كل الاسئله بعد المحاضره الاخيره ان شاء الله للدكتوره مي العطار. اتفضلي يا دكتوره مي. ده صوت مسموع كويس. تمام. بامز ذا باشن اوف نورماليتي. بامز من فتره كان موضوع جديد, جهاز جديد ناس كتير ما تعرفش عنه. دلوقتي الموضوع مختلف. اتمنى في نهايه المحاضره ان كل واحد بالجنرال بيتريشن اللي يكونوا حاضرين معانا
يبقى عندهم فكرة عن الانسولين بامب، لان الموضوع دلوقتي اختلف كتير قوي عن زمان. بقى فيه غير زمان ما كانش حد بيجيبها غير اللي كان افورد، دلوقتي بقى فيه قفزة كبيرة جدا في التأمين وقفزة كبيرة جدا بمبادرة ان مدخل كل طفل اللي عملت مع جامعات كتير جدا منهم جامعة الزقازيق مؤخرا ان شاء الله. فاصبح دلوقتي مهم ان انا اعرف الانسولين بامب عبارة عن ايه، مين بتشتغل ازاي، مين محتاجها، بحيث ان انا اقدر اريفير فعلا لحد موجود في المحيط بتاعنا هنا اللي هي جامعة الزقازيق ان شاء الله بعد كده، ان احنا نتعامل مع الطفل ونقدر نركب له مضخة. المبادرة دي بدأت بتوفر لنا المضخات بأسعار مختلفة تماما، البامب اللي هي سعرها كان حوالي 80,000 بتوفرها بحوالي 18,000، المستلزمات الشهرية اللي كان سعرها الأساسي في شركة ميدترونيك 3000 جنيه تقريبا أو إيفن 2900 بتوفر معنا في المبادرة بحوالي 1800، التأمين غطى حاجات كتير قوي، إن شاء الله اللي جاية أحسن وأحسن. فمهم دلوقتي إن احنا ناخد فكرة كويسة عنها بحيث إن احنا نقدر نعرف الطفل اللي محتاجها ونقدر إن احنا ريفير للجهة اللي تقدر تساعده إن شاء الله. توكلنا على الله. إيه هي الإنسولين بامب يا جماعة؟ الإنسولين بامب عبارة عن جهاز صغير small computerized device بيدي الإنسولين بشكل مستمر خلال اليوم، تمام؟ عن طريق برامج وألجوريزمات معقدة بتحاول إنها تميمك النورمال بانكرياتيك ريليز اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه. طيب احنا كلنا عارفين دلوقتي اصبح معظم الريجيمز اللي ناشئه على البيزل ريجيمن، البيزل ريت والبولس ريت، البامب شغال بنفس الطريقه. البيزل ريت اللي هو بيغطي ال 24 ساعه، بيغطي الاكتيفيتيز بتاعه العيان والبيزل ميتابوليك ريت والشغل اللي موجود طول اليوم عادي خالص. وبولس ريت اللي انا بديه عند الوجبات او عند التصحيح اللي هو عن طريق الانسولين السريع. هي بتشتغل برامز بنفس الطريقه، شايف إذا احنا شايفين في الصورة كده البنوتة دي مركبة الانسولين بامب في دراعها، شايفين حجمها عامل ازاي الكاميرا بتاعتها. طيب ازاي البامب بتشتغل مقارنة بالمالتيبل ديلي انجكشنز؟ تمام، الديلي انجكشن اللي احنا بنديها للأطفال بالبن او لأي بيشنت التايب 1 او اول تايب 2 بالبن عبارة عن ايه؟ البيزل انسولين اللي هو اللونج اكتنج انسولين اللي هو بيغطي ال 24 ساعة زي التريسيبا وزي اللانتوس وزي الانواع الموجودة كتير في السوق دلوقتي، والبولس انسولين اللي انا بديه اما للوجبات واما للتصحيح سواء الشورت او الالترا شورت بنفس الطريقه. البامب بتشتغل بنفس الطريقه. طيب هي ازاي هتشتغل بنفس الطريقه؟ يعني منطقيا هل هي بتستخدم نوعين من الانسولين مثلا؟ لا، هي بتستخدم الالترا شورت انسولين بس. طيب ازاي تقدر تديني مفهومه يعني البولس مفهومه منطقيه؟ هتديني بولس عشان هتضخ جزء من الانسولين، فخلاص ده بولس اهو خدته يعني. طب بيزل ازاي؟ بيزل بقى بتعمل حاجة لطيفة جدا، إنها بتدي تركاية صغنونة كل ساعة. يعني أنا بضبط إنها اللي عندي 24 ساعة، بضبط إنها كل ساعة بتديني ريت معين، سي مثلا من الساعة 9 للساعة 10 هتديني 0.1 يونت، من الساعة 10 للساعة 11 0.2، أرجع تاني يعني زي ما أنا عايزة. إيفن إن أنا ممكن أدي 24 بيزل في ال 24 ساعة، يعني كل ساعة بيزل مختلف، أقدر أعمل كده. حلو، عن طريقها بتديني الترا شورت انسولين تركيز غنونه خالص، كل ساعه انا بظبطها تمشي بمعدل ثابت طول اليوم، وبالتالي بتوفر لي يعني بيزل انسولين بس عن طريق الشورت اكتنج انسولين. تمام، طيب هي شكلها ايه بقى الانسولين بامب دي؟ يعني هل هي بقى جهاز عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين الصوره دي المضخه بتاعه شركه ميدترونيك، هي دي المضخه اللي موجوده في مصر، هي المضخه الوحيده اللي موجوده في مصر بشكل رسمي او ليها وكيل رسمي. في انواع كتيره خالص، هنشوف صور لبعض الانواع بس هي لسه الانواع دي مش متوفره عندنا. المضخه دي زي ما احنا شايفينها جهاز صغير قوي قد الموبايل الصغير، هو المربع الازرق دوت، متوصل بلاين او بلاستيك تيوب رفيعه كده، اللي هي دي رفيعه خالص دي. تمام، وبعد كده من على السكين بتاعه البيشنت شايفين احنا الايه الدايره البيضاء دي سبكوتينيوس كانيولا، كانيولا صغنونه كده بتلزق بباتش بلزق كده صغير زي الستيكر كده، مش مؤلمه ابدا، عباره عن كانيولا بلاستيك رفيعه خالص بتفضل في مكانها. بيتنقل، انا بدي الاوردرز للبامب عن طريق الزراير الموجوده عندي دي، والبامب بتحقن صوره ثانيه اهي. دي
نوع البامب ده نوع اسمه الأومني بوت بامب، بامب ممتازة جدا بس هي مش موجودة خالص في مصر. دي بامب زي ما احنا شايفين بيسموها، النوع ده بيسموه الباتش بامب، اللي هي البامب ذات نفسها على بعضها، هي دي هي الجزء الأبيض اللازق على السكين بتاع البيشنت ده، فيها ريزرفوار أو خزان فيه الإنسولين، فيها نيدل داخلة، فيها كل حاجة، والقطعة البيضة دي هي اللي بتتغير كل 3 أيام وتترمي في الزبالة ويحطوا مكانها واحدة تانية، وبيتحكموا فيها عن طريق الريموت ديفايز اللي هو الأسود اللي الناحية التانية ده أكنه ريموت، يعني بيتحكم فيها يقولها ادي جرعة كذا، وقفي، ادي بيزل، بتديها الأوامر كلها عن طريقها. غير زي ما احنا شايفين المضخة الأولانية اللي هي الموجودة هنا، المضخة الزرقاء دي طالع منها اللاين زي ما قلنا، وبعد كده الكانيلا، وفي خزان انسولين موجود جوه البامب، حاجة كده عامل زي صبع التباشير كده. دي بقى الخزان ده اللي بيتغير، بتحط فيه الانسولين وبيتمليه وكده يعني. تمام، شايفين الصوره دي صوره الراجل شاله على ظهره، ده دي اول بامب اتعملت. يعني دكتوره مي، الصور مش بتتنقل. ايوه دكتور حسام، الصوره ثابته زي ما هي اللي عندنا، ما اعرفش ده عندنا ولا عندك. اخر صوره عند حضرتك الانسولين بامب، الصوره اللي هي اللي بتاعت ميترونيك الاول، هي بامب از اتاتشد باي ا بلاستيك تيوب، ما اتغيرتش من ساعتها؟ اه لا هي بتتغير عندي. طب اتغير، طب ممكن اصلا ما اتغيرتش عندي، يا اما المشكله عندي، اذا كان ما فيش مشكله بالنسبه للباقيين خلاص يبقى هي مشكله عندنا بس. طيب لا ما برضو عندنا كمان، لا عندنا برضو يا مي، عندنا برضو يا مي مش موجوده. طب انا هكلم زياد واقول له كده، خليك معايا. اطلع لايف دلوقتي. عفوا للمقاطعه اللي حصلت يا جماعه، نرجع تاني. زي ما احنا قلنا دي البامب اللي موجوده، الميترونيك بامب، هي البامب الزرقاء دي، موجود فيها ريسيرفوار حجمه زي ما قلت قد صابع التباشير كده، موجود جوه ده اللي بيكون موجود الخزان اللي موجود فيه الانسولين، طالع منه اللاين الابيض ده اللي بيمشي فيه الانسولين، وبعد كده الدايره البيضاء اللي في الاخر اللي طالع منها السم دي السبكوتينيوس كانولا اللي بتلزق على جلد العيان وبتديليفر الانسولين بتاعنا. دي زي ما قلنا نوع حديث من البامب اللي اسمها الأومني بود بامب، مش موجودة في الشرق الأوسط إلا في، للأسف مش واخدة التوكيل في مكان واحد بس للأسف في إسرائيل، في مع ذلك مش موجودة في الشرق الأوسط نهائيا، موجودة في دول أوروبا، موجودة في أمريكا. البامب دي زي ما احنا شايفينها بيسموها الباتش بامب، هي البامب هي الجزء الأبيض الملزوق على الجلد ده، في السن بيطلع من الناحية التانية هي ناحية العيان، سنه صغير جدا، الريسيرفوار وكل حاجة والإنسولين وكل حاجة موجودة جوه الجزء الأبيض ده،
وكل ما بتخلص بنشيله نرميه في الزبالة ونحط واحدة مكانها ونتحكم فيها. طبعاً هي مش فيها ضرر أي حاجة، هي حاجة بلانت خالص زي ما احنا شايفينها، لكن التحكم الكامل فيها بيكون عن طريق ريموت ديفايس اللي هو البي دي ام، اللي هو اللي على الناحية التانية اللي هو العمزة الريموت ده، بقدر اديها الأوامر اللي هي اللي أنا طلبها إنها تعملها. احنا شايفينها الشنيعة دي صورة أول انسولين بامب اتعملت اللي الراجل شايلها على ظهره دي، واللي جنبها دي برضو مترايز القديمة اللي كانت معمولة للانسولين بامب. طيب الانسولين بامب بركبها للعيان وخلاص بقى يعني كده تمام واسيبه وامشي يعني؟ لا طبعا، الكانيولا دي يا جماعة مهمة جدا جدا النقطة دي، ان هي لازم تتغير كل 3 ايام. تمام، ليه بقى لازم اغير كل 3 ايام؟ انا ممكن اسيبها يعني ما هي مكلفة وبتاع يعني؟ لا طبعا، هي اولا معرضة ريسك الانفكشن، عشان كده لازم قبل ما بركبها بطهر السكين كويس جدا، وبعد ما بشيلها بطهره كويس جدا. ثانيا، في مشكلة كبيرة قوي ممكن تحصل اللي هي الفايبروزس او البروتين بيلدينج اب، يعني بيبدا يتكون عليها، باعتبار ان الانيميديال دي مهما كانت مادة انورت بس مادة فورين على الجسم، الجسم بيبدا يكون عليها فايبرز وبروتينز وحاجات زي كده، فتتسد ممكن تتقفل. ده هاي هاي ريسك، لان ده السورس الوحيد للانسولين للبيشنت، هو ما بياخدش اي حاجه تانية، ما فيش انجكشن من بره، فلو ده اتقفل فيتال دي كي ايه على طول يعني. فعشان كده لازم تتغير كل 3 ايام عشان اتجنب ان ده يحصل. زي ما احنا شايفين بره يا جماعه اعمار صغيره جدا جدا مركبين بامب، البيبي الصغير ده مركبها في جيب على ظهره، الطفل ده حزام حوالين وسطه. طبعا بره العالم مختلف تماما يعني، للاسف الناس بره بتهتم بحاجات رائعه يعني، مهتمين هم يخلوا الطفل يحب البامب، هو مش مجرد ان هو بيركب بامب، ده هو بيحب البامب، مهتمين باشكال والوان وحاجات لا تتخيلوها يعني. يعني شوفوا الخيال، عاملين عرايس الاطفال، العرايس مركبه بامبات يعني عشان الطفل يعني ايه يبقى مبسوط جدا يعني، حاسس ان هو يعني زي العروسه بتاعته يعني. ما شاء الله يعني، نتمنى في يوم نوصل لكده. زي ما احنا شايفين عاملين لهم بقى جرابات وجيوب وحاجات ملونه الاطفال تحبها، عرايس مركبه بامب اهي، وعاملين عروسه للبنت لابسه زيها ومركبه بامب زيها. صوره استوقفتني والله يعني، ملهاش علاقه قوي بالميكانيزمات والحاجات دي بس عجبتني. اب وام بيحاولوا يعملوا سبورت يعني للطفل بتاعهم اللي مركب بامب، فرسمين بامب على بطنهم هما الاثنين، وهو واقف يعني ايه بالبامب بتاعته، يعني صورة رائعة بصراحة يعني. المهم، ايه هي الانديكيشن بتاعت الانسولين بامب؟ هل انا اي عيان يجي لي يقول لي انا عايز اركب انسولين بامب اقول له يلا نركب لك انسولين بامب؟ لا طبعا، هي ليها انديكيشن. تمام، الامريكان اسوشيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجيستس ادتنا انديكيشن تايب 1 وتايب 2 عشان نقدر نركبها. اول حاجه السب اوبتيمال كنترول او الايراتيك جلايسيميك ايروجنز اكسكلوجنز، او العيان اللي بيجي له هايبوجلايسيميا كتير وعنده انا وور بيها، اول دون فينومينا اللي هي ظاهره الفجر، فاكرينها اللي كان العيان بيجي وقت الفجر يحصل له ارتفاع بريسكي للسكر، ده بيمثل مشكله كبيره جدا مع البيشنت اللي ماشي بالانجكشن العاديه. ليه؟ لان انا بدي له بيزل انسولين بيغطي 24 ساعه بشكل مقارب لبعضه، فلو انا عندي ارتفاع ساعه الفجر بالشكل العنيف ده ما بقدرش ان انا اتحكم فيه، وبطل العب في حاجات تانية ان انا اغير ميعاد البيزل انسولين، او ان انا اصحي العين حتى وادي له كوركشن وقت الفجر او الكلام ده. لكن لما احنا كنا بنشرح دلوقتي البيزل انسولين وقلنا ان انا في البامب ممكن اعدل بيزل كل ساعه، فالموضوع هنا سهل جدا، انا ممكن ايفن من الساعه 4 مثلا للساعه 6 اللي هو الوقت بتاع الدوم فينومينا هرفع جرعه البيزل شويه، بدل مثلا ما انا ماشيه الساعه على 0.6 اخليها 0.7 من 4 ل 6 الفجر، بس خلاص خلصت المشكله. البريجنانسي عشان طبعا الستريكت كنترول، الناس اللي هي عندها ايرتك لايف ستايل تاكل في اي حته وبتعمل تاخد حقنه بره البيت الكلام ده. البامب سيتنج هنحاول يعني اختصرها شويه عشان ما نخشش في تفاصيل كتير، بس البامب سيتنج انا بيهمني ان انا في البامب سيتنج اعمل ايه، ابرمج كام حاجه كده، دول الحاجه الاساسيه في برمجه البامب. تمام، اول حاجه البروجرام الاولاني هو بروجرام البيزل. تمام، العيان بيكون ماشي على جرعه مثلا لانتوس، جرعه ريسيبا، الجرعه دي بجيبها بقسمها على 24 عشان احدد كل بيزل هيمشي قد ايه. تمام، في احيان كتير بنضطر نقلل كمان على البيزل بتاع العيان، يعني بنقلل حوالي 30%، يعني لو البيشنت ده مثلا بياخد 10 لانتوس لو انا قلبته على بامب هخلي برنامج البيزل يمشي بسبعة وحدات بس، في الغالب ببدا بكده، ممكن ارفع شويه بس في الغالب ببدا بكده، لان امتصاص الجسم
للانسولين عن طريق البامب بيبقى افضل من امتصاصه عن طريق الالام، ففعلا ممكن احتاج جرعه اقل حتى من اللي كنت بديها في القلب. تمام، زي ما قلنا انا بقدر ان انا اتحكم في البيزل، ممكن ارفعه في اوقات معينه واقلله في اوقات معينه، فده برضو بيقدر يفيدني عن الانجكشن. زي ما قلنا الدون في نومنا مثلا هرفعه الفجر، ممكن اقلله بالليل اكتر شويه عشان الطفل ما يهبطش معايا وهو نايم، فبقدر ان اتحكم كل ساعه حسب احتياج الطفل، ازوده شويه في وقت مثلا فتره العصر عشان عارفه ان الطفل في الفتره دي مثلا ممكن ياخد سناك او حاجه، اقلله شويه مثلا في وقت المدرسه عشان الطفل ما بياكلش في وقت المدرسه، فعندي فلكسبيليتي كويسه جدا ان انا اقدر اعمل ايه يعني اللي انا عايزاه. في خاصيه رائعه جدا في البيزل سيتنج اسمها تيمبراري بيزل ريت. يعني ايه؟ يعني البيزل ريت المؤقت، بمعنى انا عندي خلاص برمجت وروحت العيان، وانا برمجه البامب اساسيا ان هي هتمشي بمعدل معين في في, في كل سيتنج بتاعتها بيزل معين مثلا. طيب العيان اتعرض لظرف طارئ معين لمده يوم 5-6 ساعات ساعتين، بقدر ادي امر البامب للتيمبراري بيزل ريت، يعني البيزل المؤقت، يا اما بالزياده يا اما بالنقصان. هندي مثال، فاكرين كلنا الموضوع الشهير جدا بتاع السيك داي مانجمنت، اللي هو عيان السكر اللي بيعلى اللي بيتعب فبيجي له السكر يعلى قوي، فببدا ازود له مثلا جرعات السكر بحوالي 30%. انا بقى بدي اوردر للبامب ثانيه واحده، اقول لها لو سمحتي لمده 24 ساعه 12 ساعه اقدر انا احدد الفتره اللي انا عايزاها، زودي لي الانسولين انفيوجن ريت بتاع البيزل بنسبه 25% عن العادي بتاعك او 150% او مش عارف. انا بدلها، بحدد لها الفتره وبحدد لها الزياده عايزاها تبقى قد ايه. في نفس الوقت ممكن اعمل العكس، ان انا السيل عيان بتاعي هيلعب كوره الساعتين الجايين، اقول لها لو سمحتي الساعتين الجايين قليل البيزل بتاعك ل 70% من البيزل الاساسي، فتروح مقللهم شويه. حاجه طبعا تدي فلكسبيليتي كبيره جدا. لو انا عندي اي ظرف استثنائي هعرف اتعامل معاه بشكل فلكسبل خاص. زي ما احنا شايفين بره يا جماعه اللابس ازرق ده انا مش متذكره اسمه، بس ده لاعب كوره مشهور الاطفال، الناس كلها بتلعب رياضه وبتعمل كل اللي هي عايزاه وكمال اجسام وحاجات يعني رائعه جدا. طيب البولس ريت، البرنامج التاني اللي بيمشي بيه البامب، هو البولس في اي عيان سواء مركب بامب او مش مركب بامب انا بظبطه بناء على ايه؟ هو البولس ده بنديه ايه؟ عشان الاكل وعشان التصحيح، صح؟ يعني بنصحح بيه بنديه عشان الاكل. طيب لو انا هديه عشان الاكل، جرعه الاكل بتتحدد بناء على ايه؟ يعني ايه اللي بيخليني؟ طبعا هو موضوع الكارب كاونتنج ده موضوع مفصل وطويل، يمكن يكون في فرصه ان احنا نقول عنه محاضرات بعد كده، بس النقطه اللي تهمني بس في برمجه البامب ان انا عشان لو انا عندي وجبه اكل، ايه اللي بيخليني احدد انا هدي عليها ايه قد ايه انسولين؟ باختصار بشوف وجبه الاكل دي فيها كام جرام كربوهيدرات بس، لان انا بدي الانسولين على جرامات الكربوهيدرات، ما بديش على الكالوريز، ما بديش على الفات، ما بديش على البروتين، انا بشوف كام جرام كربوهيدرات بس، ده اللي بدي عليه الجرعه بتاعتي. حلو. طيب سي مثلا حسبت عندي سندوتش مثلا الطفل خد مثلا نص رغيف وبطاطساية 60 جرام كربوهيدرات مثلا، انا عرفت ان الوجبه دي فيها 60 جرام كربوهيدرات، هل انا في جرعه انسولين ثابته بتغطي ال 60 جرام كربوهيدرات دي عند اي بني ادم؟ لا، كل بني ادم بيختلف، كل بني ادم بيختلف نسبه الانسولين من بره، الانسولين اللي بره بيغطي قد ايه كربوهيدرات معاه هو. من البيشنت ده للبيشنت ده ده النسبه بتتغير بناء على حاجات كتير جدا مش وقتنا دلوقتي، خلاص. بس احنا مع الحكايه اللي انا بقولها دي اسمها انسولين كارب ريشيو. يعني ايه انسولين كارب ريشيو؟ يعني ايه هي عدد جرامات الكربوهيدرات اللي بيغطيها وحده واحده من الانسولين. يعني انا ببدا دايما برقم ستاندرد كده، ببدا ب 15 مع العيان. يعني ايه كارب 15؟ يعني كل 15 جرام كارب بيحرقهم وحده انسولين واحده. العيان ده لو مش كنترول ده على كده بنزل بالريشيو دي، يعني بخلي كل 10 مثلا توريشو مثلا 10، يعني كل 10 جرام كارب بيغطيهم وحده انسولين واحده، لا 5، لا 7، كل لما بنزل بالرقم معناها ان انا بدي انسولين اكتر، بعلى بيه اقل. تمام، يبقى انا يهمني عشان اظبط جرعه الاكل، يهمني ان انا اشوف الاكله دي فيها كام جرام كربوهيدرات وفيها الكارب انسولين العيان بقى كام. حلو، يعني لو انا مثلا عندي نفس سندوتش البطاطس ده 60 جرام كربوهيدرات والانسولين كارب ريشيو بتاع العيان بتاعي 15، يعني الوحده الواحده بتحرق 15 جرام كربوهيدرات، يبقى الوجبه من 60 جرام دي هتحتاج قد ايه؟ 4 جرام كربوهيدرات بس. عيان تاني كانت النسبه بتاعته 10 جرام بس، يبقى نفس الوجبه دي تحتاج 6 وحدات انسولين بدل 4. تمام، طيب يبقى ده السؤال الاولاني اللي انا جاوبت عليه، ان انا محتاجه ادخل عشان احدد للبمب انا هدي جرعه قد ايه مع الاكل،
محتاجه اجاوب للبامب سؤالين وانا ببرمجها، يا ترى الانسولين كارب ريشيو العيان بتاعي كام، ويا ترى الاكله بتاعه دلوقتي كلها كام جرام كربوهيدرات. ده بدل الاي كوريكشن، صح؟ يعني ايه كوريكشن؟ يعني السكر اعلى من العادي. طيب الكوريكشن ده عباره عن ايه؟ او حاجه اسمها سنسيتيفيتي فاكتور، كوريكشن فاكتور، يعني يا ترى كل وحده انزيم بديها بتحرق سكر قد ايه، بتنزل السكر قد ايه، هل ده ثابت؟ لا مش ثابت، بيتغير وبناء على حاجات كتير جدا، سواء عمر الطفل وبتاع، حاجات كتير خالص. تمام، دي بدخلها جوه البمب برضو، لان هي لما تيجي تحسب جرعه التصحيح هتحسبها هجاوب، محتاجه اجاوب لها على سؤالين، يا ترى ايه الكوريكشن فاكتور بتاع العيل اللي عندي ده؟ لا ده هو العيل ده عنده سنسيتيفيتي كويس، كل خمسة كل 50 وحده نقطه ميلي جرام على الدي سي ليتر انسولين زياده، جلوكوز زياده، وحده انسولين هتنزلها. ده عنده 100، ده سنسيتيفيتي اعلى، كل وحده انسولين بس زياده بتحرق 100، بتنزل السكر 100، معناه ريزيستنس. تمام، ان كل وحده بتنزل السكر 25 بس. فانا بجاوب على البامب على السؤال ده، بقول لها كوركشن فاكتور بتاعت العين بتاعي كام عشان تعرف تحسب عليها. تاني سؤال بقول لها التارجت بتاعي كام، يعني انا بعرف البامب انا عايز اصلا يكون، لو انا عايز السكر يكون 200 ودخلتها نقيس السكر دلوقتي مش هتصحح حاجه، مش هتديني حاجه، ما انا الاول تبي 200، لكن لو انا عندي قياس السكر اساسا 200 وانا مديها ان انا عايزه التارجت بتاعي ان السكر يكون 100، هي هتدي جرعه التصحيح تنزله لحد 100. البامب بتديني اوبشن ان انا ممكن احدد تارجت مختلف حسب الوقت، يعني انا بقول لها لو سمحت يا بامب انا من الساعه 12 بالليل للساعه 8 الصبح خليه السكر يبقى مظبوط على 120، لو انا قلت لك ان السكر بتاعي مثلا 200 وكان عالي نزلوه لحد 120 بس، مش تنزلي اكتر من كده، لكن من 8 الصبح لا انا هسمح ان يكون 100 مش 120، عشان انا مش عايزاه يبقى بالليل يعني. فممكن احدد لها كذا تارجت في اليوم، ايفن 24 تارجت ل 24 ساعه عشان ما اصفيش هايبوغلايسيميا اثناء النوم. البامب كمان بتديني اوبشن تاني اللي هو السسبند، يعني ايه؟ انا ممكن اوقف البامب اصلا في الهايبوغلايسيميا، اديها اوردر اوقف يا بامب، اوقف دلوقتي خلاص الطفل عنده هايبوغلايسيميا هتقف، ولو انا نسيت ارجع شغلها تاني هتفكرني، هتيجي بعد ساعتين تديني تو بيبس وتقول لي لو سمحتي انا واقفه بقالي ساعتين هتشغليني ولا افضل واقفه ولا ايه ظروفك النهارده. عندي حاجة كمان لطيفة قوي اسمها الريفيرس كوريكشن. يعني ايه الريفيرس كوريكشن؟ يعني البامبو هي بتحسب الجرعة بتاعة البيشنت، لو انا دخلت لها ان مثلا جرعة الاكل البيشنت خد وجبة كربوهيدرات دلوقتي بس انا دخلت لها ان السكر بتاعي 60 او 70 مثلا، بس هو هياكل دلوقتي وجبة، البامبو هتحسب جرعة الاكل الطبيعية اللي تتناسب مع جرامات الكرب الطبيعية للطفل ده دلوقتي، وهتروح خصمة منها جرعة صغيرة جدا عشان ترفع السكر من 70 لل 100 اللي هي التارجت الطبيعي، يعني هتخصم لي بما يعوض سنه الهبوط اللي عند الطفل، هتخصم لي حته جرعه صغيره بما يعوض سنه الهبوط اللي عند الطفل عشان اقدر ارفع السكر تاني لمستواه الطبيعي، لكن لو السكر في الرينج الطبيعي مش هتخصمها. دي هتوضح لنا النقطه دي. انا عندي ثلاث مراحل اولات لثلاث اطفال، في الثلاث اطفال كل نفس كمية الفود انتيك اللي هو الكتابة اللي في نص فود انتيك 60 جرام في الثلاث. تمام، طب عايزين نشوف كده اول طفل اللي كان واخد 100 اللي كان السكر بتاعه 103 سكر طبيعي واخد فود انتيك 60 جرام، البامب اديته قد ايه؟ 6 وحدات، صح؟ طيب الحالة رقم 2 الطفل اللي كان برضو واخد 60 جرام بس سكره كان ايه؟ كان 200، راحت البامب مدياله قد ايه؟ 10 وحدات و6 من 10، رفعت الفرق ده فرق الكوريكشن اللي هي هتنزلي بيه السكر من 200 ل 100. الطفل رقم 3 خد نفس ال 60 جرام كربوهيدرات لكن السكر بتاعه كان 70، البامب راح مدياله ايه بقى؟ 4.8 من 10 وحده، راحت مخصمه بدل ما كانت مديه للشخص الطبيعي 6 اديته هو 4.8 من 10، خصمت ال 1.2 من 10 وحده دول عشان تزق ايه السكر وترفعه تاني لل 100 اللي هي التارجت اللي كنت انا مدخله. طيب البامب رائعة، البامب جميلة، البامب أحسن ما يكون، لكن هل هي خلاص مش شغالة لوحدها؟ يعني هي شغالة بتدي يا دوب أنا بركبها وهي شغالة لوحدها؟ لا، كل حاجة من اللي أنا قلته ده محتاج أن أنا البيشنت يدخل للبامب داتا. لو هياكل دلوقتي البامب مش هتحس لوحدها أنه هو هياكل، محتاج يقول لها يا بامب أنا سكر دلوقتي كذا، يا بامب أنا هاكل كمية كربوهيدرات كذا، هو محتاج يدخل الكلام ده بنفسه. فلازم البيشنت بتاعي يكون بيعرف يتعامل، بيعرف يعمل كارب كاونتنج، بيعرف بيقيس السكر وادهرنت وبيدخل القياسات بتاعته مش بيدي وخلاص.
ايه مميزات البامب؟ هو الكلام اللي قلناه كله، قد ايه هي فليكسبل ادجرنت، تقدر تظبط لي السكر بشكل رائع جدا، بتديني برضو ميزه حلوه قوي ان انا ممكن ادي جرعات متناهيه الصغر، يعني ايفن 0.1، وفي مضخات دلوقتي 0.01 جرعات متناهيه الصغر من الانسولين، ودي بتفيدني قوي في الاطفال الصغيره، سواء النيونيت او الاطفال اللي عندهم السنه الاولانيه من العمر، بتقدر يعني انا في الاعلان بلاقي دي مشكله ساعات، انا الطفل يكون متظبط على وحدتين او مش متظبط على وحدتين، والاطفال ثلاث وحدات يهبط، طب وحدتين بيعلى ومش عندي اوبشن غير ده، لا ده انا هنا ممكن ادي ايفن 0.1 او 0.01 في بعض الموديلات بدون اي مشاكل، ادي للطفل جرعه اكيوريت بدون ما تدخله لا في هايبر ولا في هايبو، زي ما قلنا نقدر نحن نعمل سسبنشن تيمبوري بيزل، نقدر ان احنا نعالج اي في كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها اختصار ليها عشان ما نطولش. طيب ايه عيوبها؟ عيوبها زي ما احنا قلنا معرض للسكن انفكشن مكان الكاستر بعد ما اشيلها، ريسك اوف دي كي اي لو تنت او حصل مال فانكشن للبامب وقفت لاي سبب من الاسباب، كوست زي ما قلنا هي مكلفه بره يا جماعه، الكلام ده كله بيتغطى بالانشورنس كله، البياعين ما بيدفعش اي حاجه سواء بامب او سبلايز للبامب او الكلام ده كله. يضيف على كده زي ما قلنا ان هي بتحتاج قياس مستمر للسكر، لان انا كل جرعه بحتاج ادخل قياس السكر كام، فعشان كده ده ممكن يكون مزعج شويه ان انا اقيس السكر كتير في اليوم، غير انها بتبقى ظاهره يعني هي باينه، يعني ايه لو الطفل مطلعها في مكان ياخد جرعه، في اطفال بتتضايق يعني بيحس الناس بتبص انا مركب بامب هو ايه ده، فالناس بتبقى مستغربه، في اطفال ده بيفرق معاها بتضايق معاها. بس في حاجه عايزه اقولها ان زي ما قلنا في بره كل حاجه بتتغطى بالانشورنس، بس في بعض البيشنت بيرفضوا ان هما يركبوا الحاجات دي، تمام؟ يعني هو كده كده يركبها بامب وسي جي ام وكل حاجه ببلاش، بس هو بيرفض وبيمشي على الاقلام ان هو شايف ان ده اريح له، مش عايز يكون في جهاز متركب في يعني بجسمه او متوصل بجسمه، لكن بيرفض وبيبقى اكستريملي كنترولد، يعني الموضوع بيعتمد اكتر على البيشنت اكتر من الفاسيلتي الموجوده. قبل ما اخش في النقطه الثانيه من المحاضره وهي نقطه صغيره مش زي الاولانيه اللي هي السي جي ام او الكونتينوس جلوكوز مونيتورنج، بس هبين حاجه صغيره مش عارفه الشاشه باينه ولا لا، بس اتمنى انها تكون ظاهره ليكم، دي الانسولين بامب، يعني زي ما احنا شايفين هو جهاز صغير على الطبيعه اهي، الزراير بتاعته صغيره، الشاشه بتاعته اهي، حجمه بالنسبه لايدي يعني عشان تكونوا شايفينه، حجمه بالنسبه لايدي صغير جدا، جواه راكب الريسيرفوار اللي هو فيه الانسولين بيخش من الفتحه دي كده اهي، تمام؟ بيركب فيه دي اللي هي الكانيولا، بتركب عادي رول عادي خالص، بيطلع منها اللاين اللي بيمشي فيه الانسولين، ودي الكانيولا السبكوتينيوس كانيولا اللي بتركب، يعني انا اعتقد ان الصوره مش مساعدة، اللي ممكن يكون دي بتركب على جلد العيان، فيها الابره اهي، مش عارفه واضحه ولا لا، بس المهم ان احنا بس عايزه اديكم فكره عن حجمها، هو يعني الهدف بس انا عايزه اوريكم حجمها قد ايه هي مش كبيره ولا حاجه، مش مزعجه ان شاء الله، ويعني اتمنى تكون الصوره ايه فادتكم. طيب الجزء الاخير بقى من المحاضره اللي هو السي جي ام، يعني ايه كونتينوس جلوكوز مونيتورنج؟ يعني جهاز بيديني قياس مستمر للسكر على طول الوقت، تمام؟ FDA approved السي جي ام للأطفال وللكبار، خد FDA approval سنين طويلة، عن جهاز صغير اللي هو الدائرة البيضاء اللي احنا شفناها اللي كانت لازقة على الجلد دي، بيقيس الجلوكوز بس مش بيقيسه في الدم، بيقيسه في الانترستيشال فلويد اللي تحت الجلد، تمام؟ بيدي قراية كل 5 دقائق، وبالتالي بيوفر لي 288 قراية يوميا، تمام؟ زي ما احنا شايفين السنسور او الحساس الانسولين السكر هو الدائره البيضاء اللي هي ملزوقه على الجلد اللي احنا شفناها في السلايد الاولانيه خالص، الجهاز ده بيسموه الريدر اللي هو في قدامي ده اسمه الريدر، اللي هو عباره عن ايه؟ الجهاز ده بعمل سكان يعني بقربه بس من السنسور، مجرد بقربه بس من السنسور بدوس على الازرق التاني ده تظهر لي السكر كام دلوقتي، الكيرف اللي تحت او الجراف اللي تحت ده بيديني رسمه بيانيه لاخر 8 ساعات من قياس السكر، وممكن ان انا ادخل جوه واجيب يعني جوه الجهاز بقى واجيب رسومات بيانيه ايفن الاسبوع اللي فات كله، تمام؟ بعد كده السهم اللي طالع دي حاجه اسمها الجلوكوز تريند، يعني ايه الجلوكوز تريند؟ يعني عن طريق الجوريزم معين كده الجهاز ده بيشوف الفرق ما بين القياسه دي والقياسه اللي فاتت فتره دي، وبيعمل معادله كده يطلع بيها يا ترى السكر منتظم ولا السكر بيعلى ولا السكر بيهبط، يعني بيقول لي يا بيشنت اعرف ان السكر بتاعك بيعلى،
خد دلوقتي ابدا خد كوريكشن او شوف الدنيا فيها ايه، انت سكرك بيعلى دلوقتي او لا، خلي بالك السكر بينزل، فانت دلوقتي لازم تاخد بالك، تروح تاخد بقى حاجه مسكره او تستعد ان انت ممكن تدخل في هبوط. يعني الترند ده من الحاجات الكويسه خالص. تمام. طيب ايه المميزات بتاعته؟ هو بيدي انفورميشن طبعا، ما فيش وجه مقارنه، انا كل خمس دقايق عارفه السكر كام، وقلنا موضوع الترند بيعرفني كمان السكر يا ترى هو بيطلع ولا بينزل ولا ثابت ولا ايه بالظبط. بعض انواع السنسورز يا جماعه وبعض انواع الحساسات بيسموها بتديني ألر، يعني ممكن ان انا السكر بدخل لها تارجت مثلا من 100 ل 150، لو قل عن كده او زاد عن كده تروح مديه صفاره او انذار تنبه البيشنت من ناحيه، ولو البيشنت ده الطفل هتنبه اهله من ناحيه. فطبعا حاجه رائعه جدا لو الطفل نايم بالليل مثلا وقرب يدخل في هايبوغلايسيميا، تروح مديه ألارم عالي الناس تقوم والاب والام يقوموا يظبطوا الدنيا. زي ما احنا شايفين الثلاث صور دول، صوره ترند لتحت وصوره ترند انها ثابت وصوره ترند ان هو بيعلى. كل المعلومات وكل الداتا دي ممكن تنزلها على الكمبيوتر وتبعتها بقى للدكتور بتاعك وبتاع، يعني حاجه جميله خالص. ايه بقى عيوبه؟ اولا هو غالي، مش رخيص برضو. زي ما قلنا الريدر ده بيكون اللي هو الجزء الاسود ده بيبقى ثابت، لكن السنسور ده بيتغير على يعني كل فتره، فحسب بقى الماركه او الجهاز اللي احنا بنتعامل معاه السي جي ام بنتعامل معاه، فهو مكلف. ثانيا هو ما مش بيغني عن قياسات الصوابع اللي هي القياسات اللي بالدم. ليه؟ لان في بعضها بيحتاج كالبريشن، يعني لازم ادخله كالبريشن كل 12 ساعه او 24 ساعه، بعضها ما بيحتاجش كالبريشن، يعني في بعضها كده وبعضها كده، بحيث انها تظبط قرايتها وتخليها اقرب للطبيعي. ثانيا يا جماعه عندي حاجه اسمها اللاك تايم. يعني ايه اللاك تايم؟ يعني لسه احنا قايلين القياس ده بيكون موجود في الانترستيشال فلويد، فبيتاخر عن قياس الدم حوالي من 5 دقائق ل 20 دقيقه، فبيخليني في حالات الهبوط وحالات الارتفاع ما اعتمدش عليه. يعني ممكن اجي دلوقتي الاقي السي جي ام مديني مثلا 60 واروح اقيس في الدم الاقيه 40. ليه؟ لان السكر بينزل بسرعه، وعبال ما السكر اللي كان 60 ده ادى الانطباع بتاعه للانترستيشال فلويد كان بتاع الدم نزل 40، وعبال ما ال 40 تدي هيكون ادى 20، يبقى العيان في حته ثانيه. لا، انا لما بلاقي فيه هبوط او ارتفاع سريع ما بعتمدش خالص على السي جي ام، اروح بسرعه مطلعه الجهاز الاساسي بتاعي واقيس بيه. ولازم افهم البيشنت النقطه دي. دي صوره مين؟ دي تريزا ماي رئيسه وزراء بريطانيا، زي ما احنا شايفين الست يعني ما شاء الله عليها، يعني دايابيتك ومركبه سي جي ام الصغير اللي في دراعها ده، ويعني وست ماسكه بريطانيا كلها، يعني ايه، ما فيش اي عوائق او موانع ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الناس بره يا جماعه عايشه حياتها تماما، ملكات جمال ولاعبين ومصارعين وعرايس، والدنيا كلها يعني اقرب للطبيعه بسبب الاجهزه الجديده وبسبب تحكم البيشنت في الجلوكوز بتاعهم. يعني انا خلصت، بس التيك هوم مسج اللي عايزه اقولها حاجه، ان الانسولين بامبس والسي جي امز اجهزه رائعه جدا، اجهزه ممتازه بتميمك الى حد كبير النورماليتي بتاعت البيشنت. لكن ارجع اقول ان اولا واخيرا كل شيء بيعتمد على البيشنت. يا اما ناس متوفر لهم كل الحاجات دي للأسف ما فيش كنترول والدنيا بتفرقش كتير، وأساتذتنا يفتكروا كان معنا حالة فعلا البنت ركبت بامب بس كانوا إجنورانت ومعهم فلوس، بس كانوا إجنورانت ومش عارفين يتعاملوا معاها، والبنت بعد كده عرضتها للبيع، يعني بعد شهر واثنين وثلاثة ما عرفتش تتعامل معاها وما حققتلهاش أي ميزة. وإما بيشنت تانيين ماشيين على أقلام، ويعني كبار في السن وكانوا عاشوا حياة كلها صحة وسعادة وبدون أي مشاكل. فدايما أبقى عارفة إن البيشنت بتاعي هو الأساس، عمر ما الحاجات دي كانت هي الأساس لكنها بتساعد إلى حد كبير. بشكركم وبشكر أساتذتي، وإن شاء الله لقاء آخر بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا دكتورة مي، محاضرة جميلة جدا طبعا كالعادة. لو في أي أسئلة ممكن بس الدكتور دينيتور، بس إذا كان وصلنا أي أسئلة. أسئلة بص دكتور حسام معايا. السؤال الأول، if IGF-1 and the IGF binding protein 3 were normal, is that a clue not to do growth hormone stimulation test? والله هما الاثنين هما يعتبروا screening test. الحقيقة الـ IGF-1 يفضل بعد 6 سنين، والـ IGF binding protein يفضل قبل 6 سنين. ويمكن الـ IGF binding protein بتميز ان هو ما بتأثرش به الايج وبالنيتريشن على في مقابل الاي جي اف 1، لكن السنسيفيتي والسبيسيفيستي بتاعتهم ما هياش 100%، وبالتالي نورمال فاليوز دونت اكسكلود في النهايه، لان هو عشان احلف ان هو لو نورمال يبقى جروس هرمون نورمال، لا ده مبدئيا لا، الجروس هرمون في جميع الاحوال لازم هيتعمل. تمام.
لازم هيتعمل، لانه مع ان ما عنديش 100% سنسيتيفيتي للبوستس، وخاصه لما بتكلم عن الاي جي اف 1. تاني حاجه هما اتنين يعني اكسبنسيف، يعني من باب اول حامل الارخص، وان كان طبعا الفرق بين هنا وهنا يعني باخد 5 عينات، يعني مور البروسيجر مور انفيسيف شويه مع الجروس هرمون ستيميليشن تيست، بينما بالمقارنه انا باخد وان سامبل سواء من اي جي اف 1 او الاي جي جي باند بروتين 3. في النهايه هو الاولويه للجروس هرمون ستيميليشن تيست. اذا عرفت اعمل البوست تيست هما الاثنين كسكرين تيست هيبقى كويس، لو الثلاثه عملتهم مع بعض هيبقى افضل وافضل. اوكي، يعني هو طبعا لانه الاي جي اف 1 يعتمد على يعني اذا كان هو له دايرنال فاريشن، لكن الاي جي اف بايند بروتين سليم مالوش. والحاجه الثانيه ان هو بيتاثر بالنوتريشن، لو واحد عمل نوتريشن مش هيبقى سيجنيفيكانت قوي، فالاحسن احنا نعتمد عليه في الفولو اب احسن، نشوف الكومبلاينس بتاع العيان. طيب السؤال الثاني، واتس يور اوبينيون فور يوز اوف جروس هرمون ثيرابي ان كيس سوري واحد قبل ده what if bone age is not matched with height age, what does it denote؟ يعني bone age مش ماشي مع height. ده محاضرتك دي اعتقد، يعني هو هي الفكره مش كده، هو لو في delayed bone age يبقى ده العيان ده محتاج investigation لو كان اقل من 3 standard deviation، لكن normal bone age يبقى معناه انه يعني في الاغلب ده مش جروس هرمون ديفيشنسي. لكن فكره البون ايج مع الهايت ايج ده اكتر في الكونستيتيوشنال، ويكون في فاميلي هيستوري انه في ديليت بيوبرتي. هي هو في نقطه برضو ان هو البون ايج فعلا ايكوال هايت ايج في الكونستيتيوشنال، لكن لو لاحظنا لو عدينا كده على معظم الهرمونال ديفيشنسي هنلاقي هما الاثنين قريبين من بعض، سواء كان البون ايج او الهايت ايج. انا ما بتكلمش على الكرونولوجيك، البون ايج والهايت ايج يعني ايه، برضو مش عايز اخدها قاعده انت شبس فيه قوي الا الفاميليال اللي هي يمكن اللي بتنفعنا قوي، ان البون ايج قد الكرونولوجيك ايج، لكن مش قد الهايت ايج. بقيه الاسباب كلها الاثنين قريبين من بعض، البون ايج والهايت ايج، لكن طبعا في الكونستيتيوشن الحقيقه الاثنين يكادوا يكونوا متساويين. في سؤال، what's your opinion how to calculate the mid-parental height، خلاص اتقال في المحاضرة. what's your opinion for the use of hormone, growth hormone in cases of familial short stature؟ ده لا قول انت بقى، ده تتبعك. هو طبعا لو كان very short، لان هما الاثنين الكونستيتيوشنال والفاميليال شورت ستيتشر بنقول عليهم نورمال فاريانت، ويقعوا تحت الايديوباثيك شورت ستيتشر. فاذا كان فيري سيفير شورت ستيتشر يعني ممكن ياخد السؤال. واعتقد يا دكتور ايهاب انت قلت قبل كده نقطه السايكولوجيكال، يعني هو في الفاميليال منطقي ان هو الفاينل ادلت هايت هيبقى واحد سواء اخد او ما اخدش، لكن لو كان لو كان فيري شورت وبعيد عن التارجت هاي. لكن مثلا في تنمر مثلا زي ما انت قلت، في مشكله عامل سايكولوجيكال، بيبقى الاب عايز يخلص بس من الفتره دي شويه، يعني يقرب بس الولد لزمايله في المدرسه وبعد كده بقى ما فيش مشكله. السؤال اللي بعد كده، واتس يور اوبينيون اباوت يوزنج جروس هرمون ان كوندروبليزيا؟ والله يعني انا عارف وانت عارف ان احنا بدا يخش كانديكيشن، وبالتحديد الهايبوكوندروبليزيا اكتر، يمكن الكوندروبليزيا كان بدا يخش كانديكيشن وهو لسه تحت التجارب. في بنفيت لكنه طبعا مش زي الريسبونس مثلا اوف جروس هرمون. اليابانيين بيدوا في الكوندروبليزيا لكن هو افضل الحقيقه، افضل لو افضل وما خدش. في دواء جديد كمان يعني هو تقريبا في فيسري، يعني هو الاكوندروبليزيا المشكله في ميوتيشن في الفابروبلاست جروس فاكتور ريسبتور 3، ده بينهبت البون جروس. فهم جابوا دواء اسمه فوزوريتايد، ده بيستيميليت حاجه اسمها بروتين سي ناتوريتك بيبتايد اللي ينهبت الفابروبلاست جروس فاكتور 3 دواء ريسبتور، وبالتالي انهانس البون جروس. يعني ده هوب للجماعه بتوع الكوندروبليزي. Is morning puffiness of eyelid one of the side effects of growth hormone؟
انا شخصيا ما شفتهاش، بس هو بيعمل بودي، بيعمل فلويد ريتينشن يعني زي في الكاربال تانيل، فممكن يعمل ممكن يعمل سوت تيومر سربراي كمان يعني. أيوة بالضبط. طيب هاو يو كالكوليت بون ايج باي ويتش ميثود، يعني الكالكوليشن بتاع البون ايج باي ويتش ميثود. طبعا تجاوب انت. لا تفضل. هو اما كان في كذا طريقه، الاطلس اللي هو البايلين ميثود، وفي التانر وايت، وفي البون اكسبرت اذا كان عندك بقى تدخل على الكمبيوتر وتطلع لك البون ايج بالظبط يعني، لانه التانر وايت كل عظمه ليها سكور وبيحدد السكور ويديك البون ايج بالظبط. I was just to add an important indication. ده سؤال لمي. In pump that in diabetic infant who need very small doses and also in those who need very high doses of insulin, insulin resistance. Are pump candidate? سؤال لك يا مي. يعني لما اللي إن عنده insulin resistance محتاج high dose أو اللي محتاج small dose. ما احنا قلنا النقطة دي، قلنا في الأطفال المنيت وفي الأطفال اللي مصر البامب لأي ايج ده؟ اللي بقدر أنت بلعات صغيرة صح، البامب يعني لأي البامب ايج، أي ايج حتى هما بس هما حتى في برا في بعض الأنواع الجديدة اللي هي كلوز لوب بامب بيفضلوا هم يدوها بعد 7 سنوات. اللي هي الكلوز لوب بامب دي يعني ايه يا جماعة؟ يعني البامب اللي بتكون متصلة بسنسور، هما الاثنين متصلين ببعض وبتشتغل اوتوماتيك لوحدها، هي بتشوف السنسور اي سكام وتدي على أساسه، في ارتفاع تروح مديها جرعة كوركشن صغيرة قوي تروح منزلها بسرعة، في انخفاض تروح مديها جلوكاجون بيبقى فيها يعني انسولين وفيها جلوكاجون بحيث انها تتعامل مع ارتفاع وانخفاض تخلي السكر ستيبل معظم الوقت او حتى توقف الانسولين لغاية ما السكر يعلى. كروز لوب بامب هي اللي الابروفل بتاعها بعد 7 سنين لانها ما زالت في مرحلة يعني ايه اللي بادئين يستخدموها جديد، تاخد اف دي ابروفل، فالسن الصغير بيخافوا، هايبوجلايسيميا بيخافوا منها جدا برضه، فمش بيركبوها طفل عنده اقل من 7 سنين، لكن انواع البامب الثانيه في ايام. تمام. سؤال لك يا عليا من الجزائر، عديت القطر. How to make the diagnosis of delayed puberty due to stress? Due to stress المفروض by exclusion، يعني المفروض ان احنا هنسيرش فور اذر كوزز، هنعمل كل اللاب فول لاب انفستيجيشن، هنعمل سي بي سي والكيدني فانكشن والليفر فانكشن، سيرش فور كرونيك ديزيز، هنعمل كاري تايبنج طالع نورمال، فكل exclusion of الكوزز اذر كوزز يبقى والهيستوري. تمام. طيب برضو سؤال ليك العالية برضو. What you recommend a female patient post our sisters with delayed puberty and the hypergonadotrophic hypogonadism with normal height and the normal routine investigation and no chronic illness, does they need karyotyping? Yes. Karyotyping is mandatory. In hypergonadotrophic hypogonadism معناها ان المشكلة في البرايمري جونادال فيلير، فهي need for karyotyping وabdominal ultrasound searching for uterus والovers هل موجودين ولا لا، وكمان حسب الجريدنج يعني، هي البيوبرتي لو هو في بريست ديفلوبمنت بس وما فيش منارك، لا ده ممكن يخليني اشك اكتر في الاندروجين انسنسيتيفيتي سندروم، خصوصا ان هم كمان تو سيستر، فممكن يكون هو اوتوزومال ريسيسيف فممكن يكون في اندروجين انسنسيتيفيتي. تمام. يعني تذكر كريتايبنج ان حاجه. اوكي هم سيسترز كمان يعني، ممكن يكون هو خاصه لو بيقول هم نورمال هايت، يعني هو مش عايز يقول انها مش ترنر يعني، لان هي نورمال هايت. هو في برضه كان اوتو ميون اوفرايتس بس ده قليل قوي. هل ممكن يتصادف مثلا بول اندوكرينوبس مثلا يصادف في البنتين طالما ان هو نورمال هايت؟ يعني برضه دي تحط تو بي كونسيدرد ان ساتش كيس. تمام. واتس بيتر تو يوز ان فور اندكشن بيفور اي تي تي، يعني انسولين تيست فور بري بيوبيرد بويز، استروجين ولا تستوستيرون اللي هو البرايمنج يعني. برايمنج. يعني حد بيسأل على البرايمنج. حد بيسأل على البرايمنج. هو البرايمنج في يعني سواء في البويز احنا ممكن نستخدم الاستروجين او نستخدم التستوستيرون، يعني الاثنين، ويكون اكتر من 10 years يعني، ممكن في اكتر من above 10 years نستخدم البرايمنج، ده بيحسن السنسيتيفيتي بتاعت التست. يعني لو احنا خدنا واحد عملنا له اي تي تي وما كانش عامل برايمنج، وجدوا بالذات لما يكون اباف 10 وجدوا انه ممكن يطلع فولس لو الجروس هرمون، لو عملناه بعد ما خد البرايمنج سواء الاندروجين او الاستروجين ممكن يطلع الجروس هرمون نورمال، فالبرايمنج مهم. كان يو اكسبلين هاو تو انتربريت الميد بارنتال هايت وذ هاي تشايلد هايت، انت حضرتك قلتها المعادله يعني، بس هو عايز يعني ازاي تحطها على الكيرف يعني.
يعني انت يا جماعة حسبتها وبعدين اوديها فين؟ مش فاهم يعني يعني هو ازاي اعملها ما انا بقارنها في الاخر بالستاندرد ديفيجنال سكور اوف ذا تشايلد. انا بعمله عشان اقارن الاثنين ببعض. انا بعتبر ان ايه كان انا بجيب ولد عمره 18 سنه وبشوف الميد بارنتال هايت على انهي لاين وبعمل له رينج. فهو كانه ولد عنده 18 سنه، هو ده الميد بارنتال هايت بتاعي. بقارنه بقى بالتشايلد نفسه، لو فرق بالاثنين more than two standard deviation اقول ده outside the genetic potential of the family. وفي الحاله دي هحتاج ورك اب. هو طبعا يكون الفرق اكتر من 1.6 minus 1.6 يعني 8 فوق و8 تحت. يعني لو كان الفرق ما بين لو كان الفرق ما بين الميد بارنتال هايت من الهايت ستاندرد ديفيشن سكور بتاع البيشن اكتر من 1.6 سنتيفيشن يعني 8 سنتي يبقى ده نيدز انفستيجيشن. هو طبعا ده كان بالسنتي مش بال ستاندرد ديفيشن. اتفقنا. لا اللي هي 1.6 دي ايكوال 8 يعني. بالظبط. ان بون ايج كالكوليشن واتس بيست تو يوز، الكاربلز ولا الميتا كاربلز ولا الفالنجي؟ لا هم كله هو على بعضه، هي لوكشه كده على بعضها، هي بتتشاف مش حاجه معينه. يعني البيفيسز نفسه الاندز اوف ريدس اند ارنا ده بنستخدمه، الكاربال بونز والفالنجيز الثلاثه مع بعض هو بيحسبها. هو يعني لا طبعا في اللي بعد يعني السكول ايج اتس بيتر انك انت كمان تبص على الميتا كاربال. لو كانوا طولهم بالعرض نفس الطول يبقى غالبا ده قرب لعشر سنين، لو بعد كده كان معدي شوية يبقى انت دخلت في الحداشر. هو الكاربلز كمان بيبقى تاخد على الكاربلز اكتر ما تبص على على الهاند الكاربل بونز اللي تحت اليونيت والكاميتيت يعني احسن تنزل تحت. كده خلاص الاسئلة دي كلها، ما فيش اسئلة تانية. نو مور كويستشنز يعني. طيب احنا طبعا احنا سعداء جدا باللقاء العلم ده، وسعداء جدا يعني الزملاء وكل اللي حضر معنا، طبعا نشكر الشركه الراعيه شركه ساندوز. طبعا احنا في منتج شهير قوي اسمه اومنيتروب، ده جروس هرمون عباره عن اقلام بيستخدم في حالات اللي هي انديكيتد تو تيك جروس هرمون ثيرابي. بشكر كل الزملاء، بشكرك يا دكتور ايهاب، بشكرك يا دكتوره علياء ودكتوره مي محاضرات جميله. طبعا اشكر دكتوره اشجان اللي ساهمت في تحضير محاضره دكتوره علياء. وان شاء الله نكرر اللقاء. نحب نضيف حاجه ثانيه، وطبعا انه الاومنيتروب موجود في التامين وبسعر يعني افوردبل جدا للحالات الانديكيتد حسب لائحه التامين 10 باوندز اونلي، حاجه ببلاش كده. ايوه، ونتمنى بقى ان شاء الله يكون في لقاءات تانية، ونحاول ان احنا نعمل ويفز كتير كده وناخد مواضيع الاندوكراين. وبنشكر شركه فولدر طبعا، وبنشكر شركه ساندوز، ونشوفكم على خير. طولنا، شكرا، صباح على خير. صباح على خير.